لعوبة حلوة ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يدرب يوسف شاهين منتخب مصر النتيجة مباريات المهرجانات. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 725 أجرى فيها المهندس عادل تغيير طارئ على الجهاز الفني للمنتخب، شال كارلوس كروش وجاب يوسف شاهين. خير؟ بص استاذ ابراهيم، يعني الراجل ده كروش ده ولا في فقره عنه نناقشها بالتفصيل؟ فيها تفاصيل، لان انا ليا وجهه نظر لازم اقولها بشيء بالتفصيل، لكن هو ما زال الرجل يمعن في الغرابه والغموض حتى يبهرنا وكانه جاي يرى ما لا نراه. ده يوسف شاهين بقى العصر الجديد، هنشوف في حلقة مهمة جدا هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، وكأن الانتواء كشف الاحتواء. الغربال كل الرجاء، السوبر يا أبطال. وبعظمة لسانه قمة الارتباك في فض الاشتباك. والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا. لكن أسرار الملك عن الرحالة العاشق. وأخيرا مجلتنا من اليوم وحتى ومنذ 40 عاما، لكن انا بضحك ليه؟ لانه لسه الباش مهندس عايش في لقطه يوسف شاهين. لا الانتواء والاشتباك ولا رجعتني للغه الاربعينات والثلاثينات. السجع والطباق والجناس لا طبعا هو وكانه يريد ان يقول انا عبقري، هتفهموني ازاي؟ ده كروش طبعا يوسف شاهين. ما هو الاثنين واحد نفس الذهنيه. ازاي بقى انا الناس انتم مش فاهميني؟ لان انا فوق مستوى تفكيركم. هذا النوع من التعالي، هذا النوع من عدم احترام الناس اللي انت جاي تشتغل معاهم. فكروش وكانه يريد ان يقول يعني انت شايف ان ده لعيب؟ لا 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 لا، انا هجيب لك لعيب ما بيلعبش في نادي اصلا. هو ده اللعيب. انتم ما بتفهموش حاجه. بس دي الرسالة اللي يوسف شاهين عايز يعملها، اللي يوسف كروش حابب يوصلنا ليه. طيب عموما عايز اقول لكم، بكره ان شاء الله تعالى الساعة 4 العصر هتغادر بعثة الاهلي القاهرة بحفظ الله وامنه الى العاصمة القطرية الدوحة عشان تواجه الرجاء المغربي يوم الاربعاء على كأس السوبر الافريقية. الاهلي بطل دوري الابطال والرجاء بطل كأس الكونفدرالية. البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والجهاز الفني حرص على انه ياخد معاه كل اللعيبة المتاحة بعد ما اطمن على جاهزية الجميع من خلال مباراة الامس مع سموحة، المباراة الودية اللي الاهلي عمل فيها عرض جيد جدا وفاز 5-1. اطمن مستر بيتشو موسيماني على جاهزية كل اللاعبين الموجودين، يمكن احمد عبد القادر بس في القائمة الطبية. بقى احمد عبد القادر بيواصل تدريباته التاهيليه، هيسافر مع الفريق، يمكن ما يتمرنش اول يوم وربما تاني يوم، لكن بعد كده حسب تقديرات الدكتور احمد ابو عبله هيكون متاح ان شاء الله مع الفريق. محمود متولي طبعا بيبقى هنا في القاهره لاستكمال علاجه، لكن بالنسبه لايمن اشرف اللي موجود في قائمه المنتخب بيواصل تدريباته العلاجيه هناك، مش هيشارك مع المنتخب في المباراه الاخيره يوم السبت الساعة 12 الظهر. بالمناسبة المباراة السبت الساعة 12 الظهر، مصر وقطر على برونزية كأس العرب، مش هيشارك أيمن أشرف، كما قد لا يلحق ببعض تدريبات الأولية للأهلي، وهيكون تحت متابعة الجهاز الطبي فور وصوله للدوحة. الجهاز الفني كان سجل بقى السبع لعيبة في الأماكن المتاحة. الأهلي استكمل قائمة الأربعين الأفريقية فسجل الصفقات الجديدة كلهم علشان تكون القائمة مكتملة، سواء ببيرسيتاو أو لويس مكسيوني أو حسام حسن أو كريم فؤاد أو عمار حمدي
اللي رجعوا من الاعاره عمار حمدي واحمد عبد القادر تم قيدهم عشان يكمل الاهلي قائمه الأربعين يا باشمهندس. يعني الاهلي يعيش ظروف غامضه صراحه، يعني نقدر نقول ان الموقف صعب ولا سهل. في غموض نتيجه ان الفرقه مش هتكتمل الا على بعضها، يعني الدوليين مع زملائهم اللي هنا كانوا في القاهره، بالاضافه لغموض موقف بعض الاصابات، مش عارفين مين اللي هيكون في قائمه مباراه السوبر. وطبعا شويه من الاطمئنان صدرتها مباراه سموحه، لكن الماتشات الوديه دي عمرها ما بتكون مقياس. يعني عموما ده على الصعيد الكروي، لكن كمان على الصعيد الاداري مجلس اداره النادي كان اجتمع الجلسه الممتده امبارح، استكمل بيها الجلسه الاولى المجلس برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واتخذ عددا من القرارات المهمه. قرر المجلس تكليف الاستاذ ابراهيم الكفراوي بوضع رؤيه تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لعرضها على مجلس الاداره. دور مهم للاستاذ ابراهيم الكفراوي. كل الناس اللي عندها خبرات ومش باصه ل هو انا مكاني ايه في النادي، كما تعودنا دائما ولاد النادي الحقيقيين لابد من الاستفاده من خبراتهم. والحقيقه ان النماذج الرائعه اللي بيقدمها الكفراوي وراني علواني وزملائهم في ان هم في اي حته هيدوك. كمان قرر المجلس تكليف الدكتور هاني محمود بوضع رؤيه وتصور للتنميه البشريه داخل النادي، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب ايضا لعرضها على مجلس الاداره. واعتمد المجلس اللائحه المقدمه من المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان التي تهدف الى توسيع المشاركه، وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان، وتفويض الكابتن حسام غالي بحضور الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم التي تنعقد خلال شهر يناير المقبل لانتخاب مجلس اداره جديد. اتحاد الكره بقاله 3 ايام فاتح باب الترشيح وحتى الان لم يتقدم احد. ما هو كل واحد بقى بيجهز نفسه في اللحظات الاخيره طبعا. وهو يبدو ان الانتخابات هي، يعني مش فاهم ايه الحكمه في الغموض للحظه الاخيره، هتضيف ايه يعني الا اذا كان في تردد. هو حتى الان يعني طبعا الانتخابات هتتعمل بالقائمه، ففي بعض القوائم بتتسرب والباقي لسه بينتظر، وممكن يكون في بعض القوائم لم تستكمل يعني وناس هتخرج من القائمه دي تروح للقائمه دي، يعني واضح ان هيحصل والله هيحصل خروجات ودخولات انتظارا للتقديم الاول، لانه زي ما انتم عارفين دي الاول مره الانتخابات، عشان لما النادي الاهلي كان بيعمل قائمه عرفيا مش الزاميه، لكن كان بيحبس فكره القائمه الاهلي، الناس ترجع تقول لك بس ده حجر على او حجر على الجمعيه العموميه، وده حرمان للعضو من ان هو يمارس دوره في الانتقاء. اهي الفكره اتخذت لاتحاد الكره نفسه. لا لا لا, لا معلش يا استاذ ابراهيم اللي بيقول كده بيغلط. النادي الاهلي بيقول انا نازل بالقائمه دي انتخبونا مع بعض. ايوه، لكن ما بيقولش ما بيلزمكش، ما بيقولش صوتك يبطل او القائمه بحاله تسقط او تنجح. انما الانتخاب بالقوائم، انت القائمه دي اذا نجحت بتشيل حد ممكن يكون مش واخد اصوات، فاهم؟ ما انت بتصوت على القائمه بس، بتصوت على القائمه يا دي. فبتشيل يعني شايل القائمه، يا القائمه بحالها تنجح يا القائمه بحالها تسقط. هو حتى الان القوائم المعلنه قائمه برئاسه الكابتن حسن فريد، وقائمه برئاسه الاستاذ جمال علام، وقائمه اخرى لم تعلن بعد، يمكن الاستاذ محمد الطويله نوه اليها، وقيل انه في وزير رياضه سابق هيكون على راس هذه القائمه. حتى الان لم يعلن اي شيء. وكان المهندس محمود طاهر انباء قويه بتقول انه هينزل، لكن مش واضح ان الراجل خد قرار في هذا الامر يعني. طيب القرار المهم اللي انا قلت لحضراتكم عليه هكمل لكم القرارات: استمرار رئاسه المستشار محمود فهمي للجنه القانونيه على ان يقوم بتشكيل اللجنه، واختيار الاستاذ محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي، وتشكيل لجنه برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره، وعضوية الأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرحي عضوي المجلس، ولمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وتكليف هذه اللجنة بالاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها في تطوير موارد النادي الأهلي. يعني داخل لجنة تنمية الموارد. أيوة. لكن كان اللي يهم بقى نشاط الشباب ونشاط الأعضاء اللجنة العليا للجان برئاسة المهندس وليد مبروك، اللي كلفه المجلس
بالعمل على توسيع المشاركة ووجود ممثلين في الفروع داخل اللجان. فكر اللجنة العامة للجان وما يهم شباب النادي. معنا على الهاتف المهندس وليد مبروك متولي. مساء الخير يا باش مهندس. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا باشمهندس عدلي. أهلا أهلا، ازيك يا باشمهندس وليد؟ ازيك؟ الحمد لله يا باشمهندس. يا رئيس لجنة اللجان، حلوة دي، اللي هي عمدة العمد يعني. عمدة العمد يعني. ازاي يعني؟ كلك خير، كلك ذوق. اتفضل. قول لي، المجلس جدد الثقة فيك رئيسا للجنة العليا للجان، وقال ان في خطة شاملة لوجود ممثلين، ايه الفكر الجديد اللي هيضاف مع الدورة الجديدة؟ لا طبعا، انا في البداية اكيد لازم اشكر مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب على الثقة. احنا دايما بنقول اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي ده بيبقى يعني بالنسبة له حاسس بفخر يعني، فما بالك ان انت بتبقى بتعمل حاجة في جوه النادي الاهلي حتى لو عمل تطوعي واسمك مقترن باسم النادي الاهلي. يعني انا مش هقول ده وانتوا يعني قامتين كبار قاعدين عارفين ده اكيد، وانا تقولوه قبلي يعني. النادي الاهلي بيضيف لاي حد، واي حد بيتكلم جوه النادي الاهلي بيبقى عليه مسؤوليات اكبر من اي حد تاني متخيل بره النادي يعني. احنا الحمد لله يعني السنتين الاخرانيين دول اشتغلنا على محاور جديد كتير جدا في السبع لجان الموجودين. كان في اقبال من الاعضاء كتير والناس بتسالنا، حاولنا نزود بقرار مجلس عدد اللجان من 10 خلينا 15. فجينا المره دي دخلنا برؤيه مختلفه شويه عشان احنا عندنا ناس كتير فعلا بتسال وناس عايزه تشارك، والكابتن الخطيب كان داعي عن ده ان احنا نوسع قاعده المشاركه. فخدنا موافقه الحمد لله ان احنا السبع لجان دول كل لجنه يبقى لها رئيس. عندنا في كل مقر مقرر وسبع اعضاء. عندنا ثلاث مقرات. المقر الرابع هيتفتح ان شاء الله قريب خلال شهرين زي ما الكابتن الخطيب قال. لا بقى الصوت الصوت راح وانت بتشرح، يعني كل مقر هيبقى فيه سبع لجان؟ كل مقر هيبقى فيه مقرر وسبع اعضاء عن اللجنه، يعني انا النهارده عندي لجنه المراه ليها رئيس. تحت الرئيس ده مقرر في فرع الجزيره. ومقرر فرع ومعاه سبعه من الفرع. ومقرر في مدينه نصر وسبع اعضاء، ومقرر في التجمع وسبع اعضاء. هنعين طبعا بتوع التجمع. ومن المقررين دول بتبقى اللجنه الرئيسيه للمراه مثلا. انا كاني عندي اربع لجان فرعيه من لجنه المراه. تمام. كل لجنه يعني كل لجنه ليها اربع لجان فرعيه للاربع فروع. ليها رئيس، في الاخر هو بينصف ما بين المقررين دول وبيدور اعمال وشؤون اللجنه وبيحط الاستراتيجيز بتاعت اللجنه والشكل اللي هتشتغل عليه اللجنه، وبيتابع مع اللجنه العليا بقى اللي هي مسؤوله عن اللجان السبعه. طيب شباب النادي وسيداته بقى اللي هم حابين يتفاعلوا مع هذه اللجان في الفروع المختلفه يعملوا ايه؟ احنا من امبارح اعلنا على صفحه الاهلي على الفيسبوك اللي هي مجتمع الاهلي او الاهلي كوميونيتي، ومن خلال مكاتب العلاقات العامه في الفروع الثلاثه. اللي بيدخل على الصفحه في زي لينك كده سهل جدا بيدوس عليه يدخل يسجل ويبقى قدم في انه يشارك، عنده يقدم في ثلاث اختيارات، اختيار واحد، اختيار اثنين، اختيار ثلاثه. يكتب شويه معلومات عن نفسه، وانا هو قدام حضراتكم بقول انا لو قدم 1000 هقابل ال 1000. هتقابل ال 1000. تمام. انا بحط الالتزام ده على نفسي عشان ما يبقاش حد يبقى عندنا مصداقيه وشفافيه. القدام اللي موجودين في اللجان اللي عايز يشارك منهم يتفضل يقدم زيه زي اي حد جديد، مفيش حد ليه اولويه على حد. احنا بنشتغل تاني من اول وجديد، دوره جديده خالص بمنتهى الشفافيه. هنقابل الناس كلها ونختار لجنه بمنتهى الشفافيه. القاعده وسعت جدا، احنا بدل ما كان عندنا 10 بقى 15، النهارده بنتكلم في 33 واحد في اللجنه، ده الحد الاقصى يعني. فاحنا عندنا مساحه كويسه جدا للناس كلها تشارك، والحمد لله يعني اعضاء النادي الاهلي حابين يشاركوا وحابين يعملوا مجهود ويبقوا عليهم دور مجتمعي في النادي. انا متاكد من ده. على قد ما نقدر هناخد الناس اللي عايزه تشارك، بس برضو احنا كنادي اهلي بنحب ننقي الكواليتي ونقدر ننقي ناس تقدر تفيدنا وتدي فعلا دور كويس وتساعد على تطوير الشغل في اللجان وكده. هيبقى في منافسه طبعا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، لما يبقى في اربع مقررين، مقرر لكل مقر بسبع اعضاء معاه، شغل الارض بتاع اللجان في كل مقر، فهيبقى في حاله من المنافسه بين الفروع يعني ان شاء الله. فده هيخلق فايده للاعضاء اكيد،
هيعود عليهم بحاجه كويسه يعني ان شاء الله. تمام باشمهندس، كل التوفيق ليك وللجان النشاط كلها في النادي ان شاء الله. ربنا يخليك يا صدوري، ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك، ربنا يوفقكم. شكرا جزيلا للمهندس وليد مبروك متولي، اللي زي ما قلت لحضراتكم دور اللجان دي مهم قوي يا باشمهندس. هو الهدف منها ايه؟ حاجتين مهمين جدا. ايوه، الحاجه اللي هي استراتيجيه عليا انك انت توسع القاعده لاكتشاف كوادر دائما ينتقى منها قيادات المستقبل. تاخد الخبرات وتقدر تنتقي منها قيادات المستقبل. لكن ال 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 الغرض المباشر ان فعلا خدمه المجتمع اللي هم عايشين فيه. فكويس قوي ان عملوا لكل لجنه مقرر ويختار لجنه من فرع من فروع النادي، بحيث ان النادي ده يستقل بنشاطه في، انا هنا الفروع مش بتتنافس كما يبدو، لكن كل فرع بينقي او اللجنه بتنقي النشاط اللي يناسب اعضائها. ومن المقررين دول تختار بقى اللجان الرئيسيه اللي فيها اللجنه العليا. ده توسيع للقاعده، ده تدريب للكوادر، ده ايوه ده المعمل، ده التفريخ، ده دعم لتوفير الخدمات التي يحتاجها الاعضاء. يعني اللجنة الثقافية مثلا، بدل ما انتظر مركزية النشاط، لا مركزية، كل فرع يستطيع أن يقوم بنشاطه الثقافي انطلاقا من احتياجات الأعضاء والمتاح أمامه واتصالاته الشخصية، وهو وشطارته بقى. ايه نشاطه اللي هيجي، مين الناس اللي هتيجي، مين الندوات، مين الأنشطة الفنية والأدبية اللي هتناقش، المردود اللي هيعود على الفرع ايه. ومن هنا بيبان فوارق المهارات، فوارق القدرات، فوارق الرغبه في العطاء، لان طبعا ما هواش حاجه شرفيه، دي حاجه فيها نشاط فعلي، فمحتاجه وقت. مين اللي يقدر يكرس وقت عشان يخدم مجتمعه؟ ده كان مهم جدا نقوله لحضراتكم. كمان من الاخبار الكرويه المهمه، الفيفا اعتمد قائمه الحكام المصريه، القائمة الدولية للحكام المصريين تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، شملت لحكام الساحة محمود البنا، إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شهند المغربي، ونورة سمير. دول الحكام، حكام الساحة التسعة، يعني 7 حكام ومحكمتين، شهندة المغربي ونورة سمير، بالإضافة للسبع حكام اللي قلت لحضراتكم عليهم. حكمتين ولا محكمتين؟ محكمتين أو حكمتين. لا، محكم ده غير الحكم. غيرها، ماشي، بالتحكيم غير الحكام. لا، ما أنا مش هفوتها، ما تفوتليش. طيب بقى بعد كده الحكام المساعدين، محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، وسمير جمال، ويوسف البساطي، وهاني عبد الفتاح، احمد توفيق طلب، سامي هلهل، منى عطله، يارا عاطف، جمالات احمد، ومي حسن. دول ال 11 مساعد للحكم. حكام الفيديو، وبقى حكام الفيديو حكام مهمين بقى دلوقتي، فيهم 3، محمود ابو الرجال، محمود عاشور، وطارق مجدي. والحكام كرة الصلاة محمد حسن، وطارق سامي، ومحمد سلامة، وعاطف حسين. وللكرة الشاطئية هاني العراقي، وأحمد نوفل، وإبراهيم محجوب، ووليد شعبان. دي القائمة الدولية اللي اعتمدها الاتحاد الدولي للحكام المصريين. تقريبا شملت معظم الحكام اللي نعرفهم يعني. هو احنا على قد ما هنفرح باعتماد هذا العدد المحترم كحكام دوليين، على قد ما نفرح بمدى ما يضاف إلى التحكيم المصري من تطور في الأداء وخبرات. مش عايزين الناس تروح وكأنها ما راحتش، عايزين نشوفهم بقى هم بيثبتوا وجودهم في المحافل الدولية.
نتمنى ده. هنشوف مع حضراتكم كما تعودنا ضربة البداية مع مقالي وما قالوا، وكأن الانتواء كشف الاحتواء. الحقيقة كما لو كان فعلا كأس العرب انتوت انها تكشف المقولة الغريبة العجيبة بتاعت الاحتواء وسياسة الحكام، واحنا دلوقتي الحكم بيدير والإدارة دي سياسة والسياسة دي إدارة وده فن ودي محاضرات وبنحضرها وبنعملها، وكانت رسالة خطيرة جدا. وكأنه توجيه وصلونا إلى أن يتقال أن ده تقريبا توجيه من الاتحاد الدولي، أنك تحتوي طبطب على المغلوب، مشي العملية جنب الحيط، لا يمكن، اطلع بالمباراة اللي بره الأمان. احنا دلوقتي في فترة الاحتواء، احنا قررنا الإدارة يا جماعة، الحكم قال للمساعدين احنا دلوقتي في المانجمنت في الإدارة، مالكش دعوة باللي انت شايفه. ده كلام انتهاك حقيقي لقانون اللعبة بجد. وبعدين سبحان الله يحصل اللي حصل ده كله، فتيجي بطولة كأس العرب تقدم الدرس الحقيقي في كشف زي في الانتواء الاحتواء، وكأنها انتوت فعلا ان تكشف هذا الزيف، لانه شفنا مباريات اعتقد ما فيش اعجب ولا اغرب من مباراة امبارح. صاحب الارض والفرح والعرس والهيلمان والجمهور منتخب قطر، وبيلعب مع منتخب الجزائر، الحكم حسب 9 دقائق وقت ضايع، امتد الكام ل 18 دقيقة، الحكم في الدقيقة 17 وكسر او 18 بيحسب ضربة جزاء ضد أصحاب الأرض عشان يخرجوا من البطولة في الدقيقة 18. أنا عايز أتخيل حاجة بالله عليكم، لو اللي حصل ده حصل مع النادي الأهلي، تخيلوا أنتوا المشهد كده كان إيه اللي هيحصل. لو الأهلي الحكم مدي 9 دقايق وهو حكم أجنبي، والتسعة اتمطت ل 18 وحسب للأهلي ضربة جزاء في الدقيقة 18، إيه رأيكم كان هيحصل إيه؟ الاستوديوهات اللي اتعملت في الكويت واللي في عجمان واللي مش عارف ايه، وصلوا التحكيم وصلوا الاهلي وصلوا بيتجامل، شوفوا الكلام اللي اتقال وصل لفين. لكن كان الدرس العربي الصريح كشف الاحتواء كمفسده او كراي فعلا خطير جدا في توجيه الحكام. عموما مش هنفتي كتير، لكن معنا واحد من خبراء التحكيم الكبار الكابتن احمد الشناوي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، ومساء الخير على الكابتن عدلي. اهلا يا كابتن احمد. والحقيقه احنا كنا بنتكلم لان اخطر قضيه تم تفجيرها السنه دي، أيوة، فكره ان تسييس القرار بهدف الخروج بالمباراه الى بر الامان والرفق بالمتضرر فنيا من المباراه. وكنا لنا رأي ان ده بيخرج بالامور عن نطاق العداله. طبعا. فما يحدث، طلع الكابتن عصام قال والله ده انا بدي محاضرات دوليه في هذا الامر. ان من لا، ده توجه، وكان الاتحاد الدولي يعني سن هذه السنه. بس احنا ما شفناش كده خالص في بطوله كاس العرب. البطوله العربيه دي اللي يعني شفنا ان الناس 3 و4 و5 وبيطرد لعيبه وبيتحسب ضربات جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع بعد امتداد الوقت المحتسب بدل من ضائع الى وقت بدل محتسب من ضائع من ضائع. فانت راي حضرتك ايه، وكيف ترى ما حدث في كأس العرب ويعني ظلاله على التحكيم المصري؟ يعني بداية طبعا عايز اقول ان المفترض إدارة المباراة للحكم جزء مهم جدا من نجاح اللعب، نجاح المباراة معه، وان الحكم يتعامل مع روح القانون. لكن في مبدأ بيتقال دايما نقوله للحكام، روح القانون ألا تكسر القانون. ايوه، ما تبقاش دي شماعه بقى. ده المبدا، روح القانون بس ما تكسرش القانون. مش تقول عشان خاطر اصل الفريق ده مغلوب مش عارف ايه ما تحسبش ما تردش منه، لا الكلام ده ملوش دعوه. لان القانون ما حددش الاخطاء
يعني الطرد امتى ولا الحاجه، قال لك في الثانيه الاولى زي الثانيه الاخيره، يعني ما فيش، طالما الكره في اللعب في اي وقت الطرد موجود يطرد، الانذار موجود ينذر. فالامر ده اللي انا عايز اقوله ان الكلام اللي بيتقال يعني للاسف الشديد ان الناس بتاخده بشكل ثاني، يعني او ما يمكن حكم يكون مفهومه للامر ده بشكل ثاني. ده اللي انا عايز اقوله. لكن اداره الحكم للمباراه ان هو ازاي يدير المباراه طبقا للقانون، وازاي ان هو يعمل على انفورس لود اوف ذا جيم، ان هو ازاي يطبق قانون اللعب على في المباراه. اسمح لي بس ان اقول لك حاجه. امبارح كابتن عادل وكابتن ابراهيم مهمه جدا، حكم مباراه الامس بتاع مصر، يعني انا عايز اقول النتيجه والحاجات دي كلها ملناش دعوه بيها، ولكن الاداره عنده كانت يعني شيء من الرعونه شويه. ده الحكم الايراني بتاع مباراه مصر. ها؟ الحكم الايراني. بالظبط، علي رضا. كان عصبي جدا. مش ده يعني. بالظبط يا كابتن. الى جانب ان هو بقى في تباين، يعني هو في الشوط الاول ادى 5 دقايق وقت ضايع. والتبديل ايه؟ مفيش تبديلات، مش كده ولا انا بتكلم؟ بالثانيه حسب 5 دقايق وثانيه راح ناهي. يعني يا سلام يا كابتن، يا سلام يا كابتن عادل، ما لسه انا جاي لك بقى في الحاجه المهمه. في الشوط الثاني في 4 تغييرات لمصر. صح؟ وبعدين ادى 3 دقايق. الجول جه في الدقيقة 4:15 ثانية. يعني في 75 ثانية مضافة. إذا النهاردة أنت النهاردة يعني ال الوضع، الكرة جت ركلة مرمى وشطة. إشمعنى هنا ما صفرتش في 3 بالظبط زي الشوط الأول؟ طب خليني بس أتكلم معاك كمصري بقى. الحكم لما مد الوقت ما يعرفش مين اللي هيسجل مبدئيا. انا معاك يا كابتن. انا لا لا لا، انا بكلمك كمصري. انا معاك، انا مش ضد. لا لا، انا لاحظت ان كل الناس بتتكلم في الحكم له اخطاء تانية في عصبيته في اداره المباراه، لكن في حته تقدير الوقت. لا استاذ ابراهيم، انا بختلف معاك في حته. ان انا داخل على وقت اضافي. يا سلام عليك. بص بقى يا كابتن. ايه المبرر؟ افرض ان مصر هي اللي جابت الجون. لا استنوني. بعد دقيقة و15 ثانية كانت برضه نفس. بس افرض الثلاث دقايق دول لب الموضوع اللي انا كنت داخل فيه. طيب هي بس على حتة وقت المباراة يا كابتن وسلطة الحكم التقديرية. استنى اسمعني اخلص كلامي. اتفضل. متى يمتد، يعني لو حصل مخالفة متى يمتد الوقت لتنفيذها؟ ضربة الجزاء. طيب اذا كانت الثلاث دقايق دول استهلك فيهم تعالى وقت. تعالى تعالى بقى يا كابتن، تعالى يا كابتن بقى اللي قالها كابتن عادل. انا النهارده في وقت اضافي انا اصفر، ان انا كده الوقت خلص، انا ما صفرتش قبل الوقت. ايه عداله للفرقتين؟ طيب انا عايز اقارن لك بين الايراني والبولندي. لا ما انا جاي لك بقى. البولندي، ما انا كويس انك قلت لي الايراني والبولندي، كنت جاي له كمان. البولندي الناس استشعرت باضافه 9 دقائق وقت ضايع ان هناك شيء في نفس ايه؟ يعقوب. بالظبط كده. يعقوب البولندي. لكن باحراز ازداد هذا الشك باحراز قطر هدف التعادل. أيه. صح؟ ايوه. ولكن باحتساب ركله الجزاء انتفى هذا الشك. اذا ظهر انه فير شويه. لا، اذا هو النهارده الراجل ما عندوش الغرض ده. الاي بالظبط، الغرض انتفى. القرار اللي هو خده والحاجات دي كلها. تمام. انا ده اللي انا عايز اقول لك. لا نرجع بس اهم، سيبك من الغرض وسياق المباراه. هو في حصل حاجه تستوجب مد 10 دقائق على الوقت المحتسب بدل من ضائع؟ لا. هو ديل يا هو ده كابتن شناوي. كابتن شناوي، ما احنا مش بنقول ان دي شطاره او انك منه. قطر جابت في الدقيقه 97 واحتسب ضربه جزاء في الدقيقه 100 ومش عارف. لا الفكره ايه المبرر لمد الوقت؟ لو في واحد اتعور وبيتعالج ماشي. رغم ان احنا قلنا شككنا وعملنا، الحكم النهارده باضافه الوقت اللي عمله ده، باضافه الوقت الزياده اللي هو تجاوز في، يعني في تقديره كان تقديره بزياده جدا،
الامر ده خلى تشكك عليه، الى جانب النهارده هو اللي حط نفسه برضه مسار ومحل شك. ما هو نفس الشيء، انت داخل على وقت اضافي. ايه لو عندك لو واحد وقع اتعور، لو الجون وقع اتعور وقعد يتعالج 10 دقائق بمدهم، لكن اذا ما كانش حصل حاجه كده يبقى ايه المبرر؟ هو دي النقطه. ده لو اذكركم بحكم اللي هو بتاع مباراه مصر والاردن، لما الجول كيبر بيضيع وقته قعد على الارض، لما قعد على الارض قال له غيرني. بص في الساعه حوالي دقيقه وعدا وما غيروش، ما ادالوش انذار وما حسبش الوقت الضايع ده. صحيح. ما اضافوش الوقت. طيب هو عمليا بس اللي بيحصل في حته الوقت يا كابتن، لانه لما يحسب 9 دقائق ويضيف عليهم 9 كمان معناها انه ما فيش دقيقه اتلعبت في التسعه الاولانيين، واخد بالك؟ بدليل ان هو اللي ضاع من الاول 9 فاداهم 9 ثم 9. هل عمليا بيحصل بيستخدم ستوب ووتش ولا ايه؟ لا، ما هو خلي بالك، ما هو ده اللي انا يعني ده اللي انا بستغرب له، ان ان ما عندناش تايم كيبر. مفيش في كره القدم، مفيش. والحكم والقانون ترك الحكم انه يقدر احتساب الوقت البدل الضايع، يقدر السلطه دي لانهي مدى يا كابتن؟ ما انا ايه التقدير اللي عليه مدى؟ التقدير شرط ان يكون قريبا من الصح، يعني لو انت عملت فعلا الوقت الفعلي الضائع مثلا 8 دقايق وهو ادى 6 دقايق ما بعدش، لان هو ما بيوقفش ويمشي. أيوة. لكن ما ينفعش يدي 3 دقايق، ما ينفعش يدي 4 دقايق. يبقى هنا التقدير عنده ما زادش مني، يعني مش مظبوط مؤكد، لان التسعه بقت 9 كمان. معايا انا انا يعني على قد ما انا شايف ان الدرس اللي يهمنا احنا ان ما كانش فيه الحنيه بتاعتنا هي مش احنا مش عايزين. بص لا والله كلمه بص انا مش هقول حنيه، انما انا عايز اقول يا كابتن كلمه ان انا اقول انا بلغت المساعدين انه وقت الاداره، يعني سيبك من القانون احنا دلوقتي بندير. لا بس خلي بالك يا كابتن عادلي، الاداره طبقا للقانون، مفيش اداره. ما هو اللي حصل مش كده. يعني ما ناخدش لا يعني وقت يعني هل الحكم بالاداره يسمع بيتوجه له كلام زي اللي طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن عادل وما يتخذش موقف فيه؟ اصل انت دي اداره ولا قانون؟ بالذات انت ايام ما كنت بتحكم، لا ده انت ما كانش عندك قلب، يعني انت كنت من الحكام التي تتسم بالحده في تنفيذ القرارات. وانا فاكرك وياما نرفزتنا، بس كنت دي الحده، بس ما كانش في فار برضو. لكن في حده. فالنهارده انا لما اجي اقول وقت الاداره وبعدين يحدث مفارقات في المباراه، انا مش اصل فكره الخروج ببر الامان، يعني انا مش دور الحكم الا في حاله واحده، اذا استشعرت ان انا صفارتي قد تؤدي الى اضطرابات في المباراه وخروج على السيطره. ده بيلغي بدون اعلان. لا بيحتوي ويكتب في تقريره اضطريت، عشان الكلام ده يتحاسبوا عليه بالظبط كده، اضطريت ان انا اكمل، لكن انا قراري ان انا كنت بلغي في الدقيقه كذا. هو ما بص يا كابتن عدل، انا عايز انا مش عارف ليه مش بنمشي في الحاجات زي ما هي بتتقال، يعني ما المشكله كابتن عادل انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا. انت خلي بالك التقنيه اللي دخلت اللي هي الكوميونيكيشن سيستم اللي هو التواصل السمعي ده اللي ما بين الحكام خلى الكلام ده بيحصل. يعني خلى يا جماعه نركز شويه، فممكن الكلام بيتاخد بشكل غير الشكل، يعني الحكم يبقى قصده ان احنا نركز نخلي بالنا ما نسمعوش حاجه، التانيين يقول لك ايه نركز شويه بقى لحسن الماتش كده بقى صعب، خلاص مش هنزلوا اكتر من كده. طيب عايز اقول لك من خلال بقى البطوله، لانه اكتر حاجه لاحظناها غياب التحكيم العربي في كاس العرب نفسه. يا سلام انت يا كابتن عدلي، ايه انت عارف انا امبارح في مداخله قلت ايه؟ مع تقدير واحترامي للعرس الكروي العربي الجميل، انما كان هناك يعني شبه يعني جنازه للتحكيم العربي. صحيح، لان مش شايفين حكام عرب في كاس العرب. يعني خلاص، يعني عقمت ارحام العرب خلاص ان يكون هناك
حكم فار ولا حكم في الملعب عربي واحد. طب ليه يا كابتن؟ تفسيرك ده ايه؟ تفسيرك لده ايه؟ انا شايف ان كده يعني التحكيم العربي لن يكون له وجود في بطوله كاس العالم. وجود يعني ايه؟ ان يلعب هيبقى على هامش البطوله. حاجه كده يعني زي ما تقول ضيوف شرف او يعني شرف التمثيل. يعني كلام من ده. لكن لا، فين المشاركات العربيه اللي كانت موجوده للتحكيم العربي من ايام علي قنديل الله يرحمه 66 و70 وبعد منه الحاج مصطفى كامل محمود وبعدين فاروق بوزو وبعدين الليبي وبعدين الجزائري وبعد كده ناجي جوي وبعدين بن ناصر اللي عمل مصيبه وعلي بوكسيم وعلي بن ناصر والناس دي كلها وجمال الغندور وناجي جوين وجمال الغندور واحمد وعصام يعني الناس دي كلها عصام عبد الفتاح وجهاد جريشه وجه احمد والنبي المشكله وجه احمد المشاركات يعني بعد 98 اصبحت يعني مشاركات يعني يا دوبك ضيوف شرف موجودين بس. والله احنا اللي عملنا في نفسنا كده يا كابتن. والله انا يعني انا كنت موجود في الفيفا وانا شايف ان هم يعني المفروض ان هم لو هم عايزين يطلعوا تحكيم عربي من خلال البطوله دي هم بيشرفوا عليها يحطوا على الاقل حكمين عربيين يشوفوهم. حتى اللي هم من ضمن اللي مختارينهم مرشحينهم للمشاركه في كاس عالم 22 في قطر. الامر صعب جدا. انا يعني الشيء اللي يعني مستغرب له جدا ان الصحافه العربيه كلها سعيده جدا بالبطوله وبالاداء اللاعبين وتناست تماما التحكيم. وده شيء يعني انا عايز اقول بيبقى صعب. لا هو انا رايي ان ده امر متعمد ملوش علاقه بالكفاءه. يعني انا رايي ان الموضوع اصل احنا ده تملي نقول حكامنا بخير. ما هم بخير، هم حافظين القانون. طب ما هو طب يا كابتن بس عايز اكمل لك وجهه نظري في حته التحكيم. لما بنيجي نقول عايزين حكم اجنبي للمباراه، ما احناش بنقول لعدم درايه الحكم المصري بالقانون او بنقول لانه مش كفء، بنقول لاعفائه من الحرج لانه تحت ضغوط معينه وده مش عيب وده مش غلط. ايوه اما الكفاءه يعني فيها مشاكل. نرفع الحرج عن الحكم المصري ماشي. واحنا مدينه كعرب ارتضينا ان بطوله فيما بيننا يحكمها اوروبيين وحكم ايراني. طب لا دي بقى ما ده اللي انا مستغرب له. صحافه عربيه ازاي يعني يعني سكت على حاجه زي دي؟ يعني دي ما بتسكتش على اي طب ما ما, ما 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 تسالوا كده وتجيبوا لنا تفسير. هل ممكن تكون نتيجة إن مثلا الاتحاد السعودي عنده رئيس لجنة حكام أجنبي ومش عارف إيه، فبيبقوا يعني بيروحوا ناحية الحكام بتوعهم شوية؟ والله أنا عايز أقول يعني الحكام العرب يعني مش عايز أقول ما يقلوش مش هيقلوا يعني في ناس مستواها ما يجوزوش عن الحكام عرب برضه على مسافه كبيره جدا. القرار ده كان عند مين؟ عند لجنه الحكام في الاتحاد الدولي ولا في الاتحاد العربي؟ اللي هو اختيار حكام كاس العرب. اختيار ده للفيفا اللي مختاره. الفيفا. ما خلي بالك. يعني الاتحاد العربي بره الموضوع. عرب فيفا كاب يعني. دي بطوله الفيفا. بطولة الفيفا مش بطولة بطولة الفيفا حتى وان حملت اسم العرب. لا هي الفيفا نظمت بطولة للدول العربية. هم خلي بالك هم عملوها يعني بديلة لكاس القارات لاختبار قدرات التنظيم في البلد المنظمة ك زي ما تقول يعني بروفا لكاس العالم. هو معاهم حق الحقيقة لانه برضه انها تقام في قطر دولة حجمها صغير هيجي عليها اعداد كبيره من المنتخبات في ظروف احترازيه في حضور جماهيري في ملاعب جديده في وسائل طبعا. فكانت محتاجه هذا العدد لاختبار القدره. طب اذا كان ده قرار الفيفا انا معاك في القلق بقى لانه ما شافوش ان في حد من الحكام العرب يستحق. يا كابتن ده جابوا خدوا من افريقيا يعني على اساس ان افريقيا قاره هي تحمل ممكن تقريبا نص فرق او يعني 40% من فرق العربيه جسامه وخدوا سيكيزوي
كل واحد لعب ما يعني ماتش، وهم المفروض لا احنا اللي اولى. كنت تاخد انت ترشحهم الجزائري المغربي اللي انت رشحه، كنت حطه حطه في البطوله زي دي. مش عارف يعني فلسفه غريبه جدا يعني. مصريا كانت قال ان في حد مسافر وجاله كورونا، ده صحيح؟ مين ده؟ كان ابراهيم رايح كفار، حكم فار، كان رايح فار في البطوله دي، في البطوله دي. يعني حتى الكورونا سكترت علينا، حكم فار في بطوله. يعني طب قول لي بقى بالمناسبه تعليقك ايه يا كابتن على قائمه الحكام اللي اعتمدت من الفيفا، الحكام المصريين؟ هو اتحط فيها اعتمد محمود ناجي مش كده؟ اتحط فيها محمود البنا وابراهيم نور الدين ومحمد عادل وامين عمر ومعروف والغندور وناجي وشاهنده ونوره سمير. ما هو البديل اللي هي نفس القائمه باستثناء جاك جريشه دخل مكانه محمود ناجي. لا ومحمود عاشور. ها؟ ومحمود عاشور راح فار. محمود عاشور فار. ما هو راح فار مش حكم ساحه. من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت معتمد فار. محمود عاشور فار وطارق مجدي ومعاهم محمود ابو الرجال. فار. محمود ابو الرجال فار. لكن هي ما هو اللي جد عليهم محمود ناجي بس مكان جهاد جريش. العدد ده كويس يا كابتن ولا؟ ده دي الكوتا بتاعتك اللي هم السبع حكام، ما هيكش اكتر من كده. دي الكوتا. دي الكوتا بتاعتك، ما عندكش اكتر من كده. يا دي الكوتا يعني. يا كابتن. نتمنى بس ان الفتره الجايه بقى تشهد يعني تطور شويه في موضوع التحكيم والفار. انا عايز اقول حاجه يعني لحضراتكم مهمه جدا، معلش برضو انا بطلع بحلل وبشوف. في حاجه يعني معلش، كثير من الانديه، اللاعبين، الاجهزه الفنيه على عدم درايه بمستجدات قانون اللعبه. وده امر صعب. طب وانتوا ليه ما تعملوش دوره اجباريه في بدايه كل موسم للجهاز الفني والاداري في كل الانديه؟ ما هو ده اللي انا عايز اقول لك. انا مره رحت النادي الاهلي ورحت نادي الجيش ورحت حرس الحدود وكنت رايح الزمالك، بس للاسف الشديد هم تذاكر الماتش بتاع افريقيا اتعدل فسافروا يعني. لا هو بدايه الموسم يكون في اجبار ان لازم يكون الجهاز الفني والاداري اللي قاعد على الدكه معاه شهاده انه حضر هذه الدوره وخلاص. اللاعبين كمان يا كابتن، انت خلي بالك اللعيبه، ما هم دول ينقلوا للعيبه بقى يا كابتن، لانه مش عارف القانون، مش عارف اللعبه دي ليه، عشان الاداري بتاعه مش عارف. لما بيلاقي الاداري بيحتاج هو كمان بيحتاج، لكن لو يجي يحتاج فالاداري يقول له يا ابني لا اسكت ما تحتاجش ده هي كده هيسكت. يعني من ضمن الحاجات اللي هي مثلا ماتش الاهلي والزمالك والبنالتي اللي هو اتعاد. ايوه. فالناس قلنا لو ما كان محمد شريف بس اللي دخل وخدها، ما كانش بقيت اللي من الزمالك كمان، يعني كان اللي هيتعاقب بركله حره غير مباشره. ما حدش كان مصدق الكلام ده. ده في القانون. يعني ده قانون. أيوه. مش حتى خلي بالك لما الـ 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 الاداره تنقل اللعيبه هذا التوجه، اللاعب نفسه هو عنده الثقافه ما يقعش في الاخطاء دي يعني. بالظبط بالظبط، وما يعترضش ما ياخدش انذار. لمسات اليد برضه خلي بالك، في مستجدات جت على لمسات اليد، حتى انتوا شفتوا في البطوله برضه بعض الالعاب يعني ما حدش يعرفها، ولو حصلت في الماتش هيعترض ويقول لك ازاي دي ما تتحسبش. لا هي ما تتحسبش. هو انا بس لو حصل حاجه واحده لو حصلت هتصلح الدنيا. إيه؟ ان الفار ما ينقيش بمزاجه اللقطات اللي تعرض، مش مره جيب لي الهجمه من عند الجون الثاني ويلغي جون او يلغي ضرب الجزاء. ما ده قانون يعني. ما هو ده القانون بس بيعملها مره ويتغافلها مره. الشناوي هديك مثل صارخ. ماتش بيراميد والاتحاد وقبليها المقاولين والجونه. الكره هنا اتحسبت، هنا رجع الخطا لاصله، ده القانون صح. لان الفار جاب له الخطا من بدايه حدوثه. ما هو لكن لما يجي خليك معايا، اذا كان الخطا انت خايف من اللي جاي ده. ما انا اسالك بس، اذا كان الخطا اللي هو الفريق بعد ما جاب فرقه جاب الجون
الفرقه اللي جابت الجون ده اذا كان هذا الخطا اللي ارتكب ضد لاعب من الفريق الاخر استحوذ بيها على الكره. ايوه ايوه مفهوم مفهوم. على الكره ما يقدرش يحسبه. تمام يا كابتن. كابتن انا مش قصدي كده. انا لا اناقش نوع الخطا، انا بناقش ان الفار تعقب الخطا من البدايه. ما استناش بقى انه يعرض اللقطه الاخيره لما يجي في ماتش في حالات تانية يعمل المصري تحديدا والزمالك في الثانيه الاخيره بتحسب ضربه جزاء للزمالك يسبقها دفعه وفاول لصالح نقوم نيجي نقول اصل الفار ما عرضلوش. ما هو ما عرضلوش، يبقى ده توجه. لا ده الحكم اتعاقب، خلي بالك. ما توجه ده مش اتعاقب، ده يستبعد. ما انا بقى ده لا، لان انت دي درجه من درجه. بص يا كابتن شناوي، مش عايزين نجمل الامور، دي درجه من درجات التقاضي. انت لما تكون عندك الوقت انك تشوف اللعبه كامله وتعرض جزء منها، دي على طريقه لا تقربوا الصلاه. لا يبقى انت متعمد، دي مش خطا بس، والتعمد يفقد الصلاحيه، ما ينفعش فيها العقوبه، لابد من الاستبعاد. يعني بص طبعا الكلام اللي بتقوله طبعا ما بيحصل الكلام ده، بس المشكله برضو كان عندك السنه اللي فاتت العدد محدود، كنت مضطر انك تستخدم توقفه شويه. والله يا كابتن لو حتى اقتضى الامر يبقى طقم بيتكرر، بس يكون هنا صح. فير انف. صعب يكون فير انف. خلي بالك التكرار ما بيقبلش في مصر بالشكل اللي انت بتقوله. يا كابتن شناوي احنا كل اللي يهمنا تحقيق العداله، لكن نسيب الناس تتشكك في كل شيء، ده شيء مرعب. احنا يعني احنا لسه بنقول ايه؟ الاجهزه الفنيه تعرف واللعيبه تعرف عشان تقبل، لكن لما يكون في حاجه بتحصل هنا ما تحصلش هنا، هنا الانتقائيه بقى الانتقائيه. انت عايز تقول يعني عايز تقول ان ما يحتسب هنا بيحتسب يعني وحد المعايير. على فكره لو بتوحد المعايير ماشي، يحتسب مره هنا وهنا ما يتحسبش. بالظبط، ده نفس الحكم. في المباراه دي ما يحسبش دي ضربه جزاء، بعديها بثلاث اربع ايام يحسبها ضربه جزاء في اتجاه تاني. دي بتفرق، فرقه تطلع فرقه تنزل، فرقه تاخد بطوله فرقه تتحرم من بطوله. هذا امر كابتن شناوي احنا عايزين الامور ما فيهاش علامات استفهام. هي يعني العنوان بتاع كلام حضرتك ان تريد توحيد القرارات. بالظبط ووضوحها. لازم يبقى انت اشمعنى دي ما عرضتهاش؟ القرارات تبقى موحده. بالظبط كده، ما يحتسب هنا بيحتسب، وبانذار بانذار، بطرد بطرد، ما يتغيرش، لان دي قرارات ما فيهاش، طالما القانون فيها خلاص. وده هو ده اللي يدي للتحكيم الهيبه. هو ده اللي يدي للتحكيم الهيبه. وده الحقيقه يا كابتن، ده الدرس يا باشمهندس، ده الدرس الكبير من كاس العرب الحقيقه يا كابتن، انه التحكيم نجاح التحكيم. بالظبط كده، من كاس العرب كان الدرس الكبير جدا ان التحكيم فعلا ملوش علاقه بمين اللي بيلعب والنتيجه كام والتاثير ايه والقرار مدى خطورته، مين اللي هيطرد، مين اللي هيتحسب عليه بنالتي، توقيت القرار، كل ده كان ماشي زي السيف الحقيقه. هو يعني ما نقدرش نقلل من الكفاءات التحكيميه اللي كانت موجوده. انا شايف على راسهم الحكم الالماني. صحيح، يعني شيء عالي جدا. حاجه جميله جدا اداء. وبعدين الشيء اللي كان ملفت في برضه في الناحيه التحكيميه ارتفاع اللياقه البدنيه للحكام. صحيح، كانوا على درجه عاليه جدا في اللياقه البدنيه. اللياقه الفنيه يعني او احتساب الاخطاء طبعا دي فوق فرديه ما بين حكم وحكم، لكن الغالبيه كانوا على درايه جيده باحتساب الاخطاء الغالبيه. عارف حكامنا يعني اول حاجه لازم يتركز عليهم فيها، انسوا والنبي حكايه روح القانون، لان روح القانون ديت الشيطان كله بيسكن فيها. بالظبط، طبق القانون. يقول لك اصل انا طبقت روح القانون، لا انت انتهكت القانون. ما هو يعني ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحلقه روح القانون الا تكسر القانون. بالظبط، طبق القانون، سيبك من الروح والتفسيرات اللي بتاعتنا دي، طبق القانون على اي حد. انت مالكش دعوه الدنيا يحصل فيها ايه، احسب اللي انت شايفه او تستشعر الخطر نتيجه الصفاره. بعد المباراه لازم تكتب المباراه انتهت في الدقيقه كذا وانا استكملتها علشان ما يحصلش مثلا مشكله تتفاقم. يبقى الناس كده تستشعر العداله والتحكيم ياخد وضعه والناس تخاف من الصفاره بتاعته. بالظبط كده، بالظبط كده. ربنا يقويكم ويقدركم، لان التحكيم اهم عناصر اللعبه. بالظبط يا كابتن باشمهندس عدلي، وانا يعني
انا سعيد جدا بالمداخله الجميله دي معاكم بصراحه. شكرا. احنا اللي بنشكرك يا كابتن. كنت اطلت عليكم شويه. لا شكرا جزيلا. احنا اللي استمتعنا برايك يا كابتن. شكرا جزيلا حبيبي. هتشكر جدا يا كابتن. شكرا للكابتن والخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي. وشفنا يعني هذا الانزعاج الحقيقه من انه كل الحكام العرب مش موجودين في بطوله لكاس العرب. يعني البطوله على ارضنا وبين جمهورنا وكل ما فيها عربي وكل ما فيها جميل والحكام مش موجودين. اسمع ابراهيم، من كل الدول العربيه باختصار كده. هذا بيوضح سياسه ونظره الاتحاد الدولي لافريقيا واسيا والعرب. بتوضح انك انت لما تتجاهل تشابك المواعيد في البطولات الدوليه والاقليميه ولا تراعي الاتحاد الاقليمي اللي فيه نائب الرئيس بتاعك ولا تراعيه، لما ما تختارش اي حكام من هذه المنطقه لما يعني انت تيجي حتى في استدعاءات اللعيبه، احنا بنتكلم ان الانديه ممكن تقول لك مش هبعت اللعيبه. هل هذا معقول؟ يعني اوروبا لما تهدد بهذا هل هذا مقبول في عرف مين؟ فانت النظره. ولذلك ما تستغربش كروش واللي بيعمله معانا يوسف شاهين قصدك. لا متعالي. هو انتوا فكري انتوا مش فاهمينه. الكلام اللي بتعملوه ده خصكم انتوا، لكن انا ليا نظره انتوا مش فاهمينها. انا هلاعب اي حد. انا ليا نظره انت مش فاهمين العمق اللي عايز يوضحه لنا. لا ده عمق على السطح. ده كلام مهم جدا هنرجع له بعدين، لكن عايز اقول لكم دلوقتي ان الموقع الرسمي للنادي بيعلن انه تم فسخ عقد جونيور اجاييه لاعب الاهلي بالتراضي مع النادي بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب. اذا جونيور اجاييه خارج الاهلي وتم الفسخ بالتراضي. بنشكر جونيور اجاييه على الفتره اللي قضاها وبنتمنى له توفيق في قادم مستقبله. ده كان كل ما لدينا عن وكأن الانتواء كشف الاحتواء زي ما حصل في البطولة العربية، وزي ما قال لنا الكابتن أحمد الشناوي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم في الغربات. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا وكأن الانتواء كشف الاحتواء، ونتمنى الاستفادة من دروس كأس العرب، لكن يبقى الآن كلام كثير في الغربال. كل الرجاء السوبر يا أبطال. ده مناجدة كل جماهير الأهلي الغفيرة للاعبيها وهم يتوجهون غدا الجمعة إن شاء الله إلى العاصمة القطرية الدوحة عشان يلاقي الأهلي فريق الرجاء المباراة يوم الأربعاء اللي جاي. المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، هتكون في ملعب أحمد بن علي في نادي الريان غرب العاصمة الدوحة. الأهلي يدخل هذه المباراة بطل دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية. الأهلي فاز بهذا اللقب السوبر 7 مرات من قبل، بينما الرجاء فاز بهذا اللقب مرتين. الأهلي القيمة التسويقية بتاعته تبلغ 31.35 مليون يورو. بيرستاو اللاعب الأغلى بقيمة 3 مليون يورو، بينما الرجاء المغربي قيمته التسويقية 10.60 مليون يورو، وأنيس زينيتي الأغلى وسعره 1 مليون يورو. في الدوري المحلي الآن الأهلي بيتصدر الدوري ب 18 نقطة من 6 مباريات علامة كاملة، بينما الرجاء هو الثاني خلف غريمه التقليدي الوداد ب 24 نقطة من 12 مباراة، وعنده مباراة مهمة بكرة. حالة الرجاء، استعدادات الرجاء، حالته قبل ما يتوجه إلى الدوحة. معنا على الهاتف عبر سكايبي من الدار البيضاء المحلل الرياضي الكابتن محمد عزيز، المحلل الرياضي المغربي من المغرب. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير عليكم، وانا سعيد اكون يعني في ملك وكتابه مع رمز من رموز النادي الاهلي الكابتن عادل القيعي، ومع حضرتك استاذ ابراهيم. أنا مصري مش مغربي على فكرة. طبعًا مصري طبعًا طبعًا. حتى وإن كنت عزيز لكن كله مصر عزيز برضه. الله يبارك لك يا رب. الرجاء هندخل في الموضوع على طول. الرجاء طبعًا فريق قوي جدًا وعامل استعداد قوية للسوبر،
دخل معسكر يوم الاثنين الماضي في المعموره في مجمع المنتجع الملك محمد السادس الرياضي. طبعا ده كله على حساب الاتحاد المغربي، وهنا نتكلم بقى الاتحاد المغربي ازاي بيبقى واقف ورا الانديه بتاعته بقوه في الكاف يعني. طبعا طبعا الرجاء عنده مشاكل كثيره، مدرب جديد البلجيكي مأمار حاول يعني بقاله مباريتين بالضبط مع الفريق وقدم مباراتين وديتين. المباراه الاولانيه كانت مع الشباب المحمدي وكسبها المحمديه كسبها يعني بصعوبه جدا 2-1، والمباراه الثانيه في البطوله المغربيه كانت هزيمه يعني قويه من اولمبيك اسفي، وعملت ترجه كبيره ان هو المدرب البلجيكي حاول يعمل يغير في المراكز، ولكن لغايه الان ما وقفش على التشكيله الرسميه للرجاء. طبعا الرجاء في الفتره الاخيره استاذ ابراهيم بيعاني، كان السنوات الماضيه بيعاني من ضائقه ماليه قويه يعني، وبسببها تخلى عن اهم اثنين في الفريق يعني القوه الضاربه له في الهجوم، سفيان رحيمي وملانجو الكونغولي. سفيان راح العين الاماراتي وملانجو راح الشارقه الاماراتي، وطبعا فاز ببطوله كاس العرب والكونفدراليه، قدر يعني يسيطر شويه على المشاكل الماليه، ولكن في مشاكل اكثر هي غرفه الملابس دايما بيبقى فيها مشاكل في الرجاء يعني. مشاكل النجوم بتاع الفريق دايما مع المدربين، ان في حاجه مهمه لازم نعرفها، ان الانديه المغربيه ما فيهاش المنصب بتاع مدير الكوره، وهنا بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ان هو عامل مجهود كبير مع الفريق ويعني مهيئ كل حاجه للموسيماني. لكن يا استاذ محمد خليني اقول لك انه الاعلام المغربي بيتحدث عن جاهزيه الرجاء باعتباره فريق كبير له شخصيته وله دايما طموحاته في مثل هذه البطولات. طبعا ده هو معروف بالنهائيات ان هو يعني بيكسب النهائيات واخرها كاس العرب يعني. ايوه. وكمان الجمهور بعد خروج المنتخب المغربي بالصوره اللي يعني اللي احنا شفناها بدري في كاس العرب مطالب الرجاء ان هو يفوز بالصوبه، والرجاء فريق يعني لا يستهان به. هو حامل اللقب العربي طبعا. طبعا وعنده لعيبه كوره يعني، عنده لعيبه وعنده مراكز قوه في الفريق يعني، عنده عبد الله حفيظي يعني من احسن صناع اللعب اللي موجودين في الوطن العربي. أيوة. معاهم محسن متولي. لا يعني انا عايز اعرف بعد اذنك، هو كان له لعيبه في 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 كاس العرب في المنتخب المغربي؟ طبعا. كام لاعب؟ ثلاث لعيبه كابتن عدلي، وكان سبب التأجيل يعني انا سألت المدير الناطق الرسمي مباشر مع السؤال مباشر كان بيننا وبينه يعني مداخله، قلت له سبب التأجيل ايه؟ انتوا كنتوا مطالبين بالتأجيل ليه؟ قال لي احنا يعني، قلت له السبب ان انتوا عاوزين تدعموا الفرقه في يناير، فقال لي لا احنا التأجيل ان احنا كنا طالبين، ان هم كانوا قايلين لنا ان احنا هنلعب في نوفمبر في فبراير، فاما احنا لا نهاب يعني كلام قاطع، احنا لا نهاب اي فريق والرجاء بما حضر يعني، ولكن هو لهم ثلاث لعيبه مهمين مع المنتخب، محمد نهير المنتقل من الوداد، عبد الله حفيظ اللي هو يعني من احسن لعيبه خط الوسط في الوطن العربي، ومعاهم الحارس الاساسي للمنتخب انس الزنيتي، وهم موجودين حاليا في قطر يعني ما رجعوش مع المنتخب يعني، ان شاء الله بعد بكره هيسافروا هيلتحقوا بهم. طبعا بكره عندهم مباراه مهمه جدا هيجرب فيها المصابين، كان عنده يعني ثلاثه مصابين اولهم مهاجم الزمالك المنتقل حميد احداد، ومحسن متولي ده كابتن عدلي يعني من اللعيبه اللي بتمسك كرة في خط النص، وهو يمكن هو اكبرهم سنا، ولكن يعني بفكرني كده بلاعب التونسي يعني اللي بيتحكم في الكرة في المنتخب التونسي ناس ذكر فرجاني يعني، لا هو اعلى من فرجاني كمان على فكره يعني. محسن متولي، وكان بينه وبين حديث الكابتن سيد حفيظ لما كان موجود في نهائي
دوري افريقيا الحمد لله فزنا به عنه بالذات، قال لي عندهم لاعب رقم خمسه من احسن اللعيبه اللي بتمسك الكره في خط النص. ف يعني هم عندهم لعيبه كوره، وهو نقطه ضعف حاليا ان المدرب لسه ما وصلش للتشكيل المناسب للفرقه، وبيجرب بيجرب اللعيبه في مراكز كتيره. عامل زي كروش كده يعني. ايوه يعني ملخبط الاوراق، ولكن هو مدرب جيد جدا، بس هو ملوش تجربه في افريقيا. يعني التجربه الوحيده كانت له في مع المنتخب كوت ديفوار، وكانت حوالي 5 شهور وفشل ان هو يصعدهم لكاس العالم لفرنسا يعني. واما هو كمدرب هو خاض يعني مسك منتخب بلجيكا من 2014 ل 2016، ووصل بهم لكاس العالم في البرازيل، ووصل لدور الاربعه وخرج من المانيا. وبعد كده الفتره اللي فاتت دي كان ماسك ايران برضو فتره قليله وفشل معاهم. دي اول تجربه مع الانديه، وهو بيامل يعني بيتطلع ان هو يعمل بطولات مع الرجاء، ولكن هو ليه فكره بس تنفيذه على ارض الواقع. الجمهور الرجاء جمهور صعب جدا وبيضغط يعني، يعني اي مباريات يعني. هو الوحيد يعني السنه اللي فاتت عمل مظاهرتين يعني، طلع بمظاهره قدام النادي عشان يقيل المدرب. وطبعا كمان في غرفه الملابس يا كابتن في مشاكل كثيره يعني، التحكم في غرفه الملابس فيها مشاكل بالنجوم. والله انا هقول لحضرتك حاجه، احنا يعني موضوع المشاكل مش المشاكل ده مش عايزين نعاول عليه قوي، لان الحقيقه اللعيبه ساعه ما بتنزل الملعب ما بتفكرش غير في نفسها. طبعا هتبقى الموضوع مختلف جدا على ارضيه الملعب، ان الرجاء اصلا هو يعني فريق كبير، هو بطل طبعًا النهائيات يعني. طبعا يعني هو لما لعب في كاس العالم للانديه ما كانش متاهل، داخل بصفته من الدوله المضيفه، ده وصل للنهائي. يعني وخد كاس العرب بعدين. متولي يا كابتن كان نجم نجم البطوله، محسن متولي اللي انا بقول لك عليه. يعني كان وانت كنت حاضر كمان معانا هنا، كنا هناك. طيب انت بتقول يا استاذ محمد في البدايه انه الاتحاد المغربي بيقدم كل التسهيلات للرجاء وعامل له معسكر على حسابه، مش كده؟ طبعا ده داعم جدا. هي دي الفرق بقى بين اتحاد قوي بيدافع عن انديته وفي ظهرهم، والاتحاد بتاعنا يعني احنا شايفين الضعف اللي احنا فيه عموما في الكره. واقول لك كمان ده هو بيدعم الانديه بمبالغ ماديه كبيره يعني. تخيل الدرجه الثانيه في المغرب فيها الفار، طبق فيها الفار، وكمان بياخد النادي بياخد حوالي 7 مليون جنيه. يعني الاتحاد برئاسه فوز الكاشا يعني حاجه محترمه جدا، وفي ظهر الانديه اللي بتلعب في البطولات الافريقيه وبيدافع عن حقوقها تماما. بعثة الرجاء تلعب مباراة بكرة وتسافر الدوحة بعد بكرة يوم السبت؟ هتسافر السبت صباحا إن شاء الله، والبعثة حوالي 40 فرد، طبعا طيارة خاصة على الاتحاد المغربي. سجلوا صفقات جديدة في القيد الاستثنائي ده؟ لا، هو ما فيش صفقات جديده، عشان كده كنت بساله السؤال، هو السبب ان انتوا عاوزين تدعموا الفريق بصفقات جديده؟ ما فيش الا حميد احداد والنهيري جاي من الوداد، ولاعب راس حربه بيكون هو البديل بتاع احداد يعني، اللي اضافوهم 3 صفقات. بس هم دول اللي موجودين حاليا يعني. اما ما قدروش يعوضوا يعني سفيان رحيمي وملانجو. وعندهم لاعب كمان مهم بس طالع صاعد، انا يعني من الموهوبين، زكريا الهبطي، برضه عامل مشاكل يعني، في مشاكل عندهم. ولكن انا الجهه اليسرى هي اضعف جهه حاليا في الرجاء. يعني هل هو هيلاعب بقى النهيري في باك ليفت زي ما هو بيلعب في المنتخب؟ هو اصلا باك رايت يعني. وعنده كمان الهدهودي زميل بدر بنون من الصغر، ولاعب مساك قوي جدا. عنده في الارتكاز عمر عرجون وزكريا الوردي،
وعندهم الجنغولي برضه فابريس انجولا. وخط الامام بقى هو يعني هو اللي فيه حافظي ومتولي، دول هم بتوع الكوره. يعني لو مسكنا حافظي هيكون الرجاء يعني بقل كتير يعني، واحنا شفنا حافظي مردوده قد ايه في كاس العرب يعني مع المنتخب المغربي. صحيح. استاذ محمد عزيز شاكرين ليك جدا هذه المداخله المهمه. انا سعيد بكم وسعيد ان انا كنت في ملك وكتابه يعني. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد عزيز المحلل الرياضي المصري المقيم في الدار البيضاء، وللحقيقه حطينا في الصوره كامله بشان فريق الرجاء، فريق كبير. الرجاء والوداد حاجه كبيره جدا في الكره العربيه والافريقيه، له طموحات وله قيمته. الرجاء طاغيه. الوداد والرجاء الاثنين يعني ما تقدرش تقيسها كتير، لكنه فعلا الاثنين من الانديه الكبيره. قلت لكم القيمه التسويقيه يا باشمهندس، وانت يعني خبير التسويق، لما تكون القيمه التسويقيه للاهلي 31 مليون يورو وللرجاء المغربي 10 مليون يورو، تعبر عن ايه؟ تعبر عن قدرتك الماديه، لكن ما تعبرش عن بالضروره عن قدره فنيه. ايوه. لانك انت اللعيب اللي عندك اللي بيتقيم ب 2 مليون يورو ممكن هو هو يتقيم بنص مليون يورو لو موجود في الرجاء. هو حتى لما تشوف المسؤولين في مصر بيتعاملوا مع النادي الاهلي، ما انت نادي غني عايز مننا ايه؟ فهي الفكره ان الانديه المصريه، مش الانديه المصريه والمنتخبات، الكوتشات الاجانب اللي موجودين في مصر ما بياخدوش نص الرواتب دي لو هم موجودين في شمال افريقيا. على ذكر الشمال الافريقي والكره المغربيه، الوداد كان طرف في اول مباراه للسوبر الافريقي. اول مباراه للسوبر الافريقي اتعملت في عام 93، جمعت الوداد مع افريكا سبورت الايفواري، فاز بها الفريق الايفواري في ملعبه بركلات الترجيح. الاهلي ما في بطوله، وده الحاجه الحقيقه الرقم الاهلاوي المهم جدا في كرة القدم الأهلوية، ما في بطولة الأهلي شارك فيها إلا بقى هو الأكثر فوزا بيها. من أول ما اتقال يا كورة، من أول ما اتقال بطولة القاهرة وكأس السلطانية ومش عارف كل بطولات حتى ما قبل الدوري قبل كأس مصر، مرورا حتى بالسوبر الأفريقي. طيب. كل بطولة الأهلي شارك فيها هذا الرقم القياسي في مرات التتويج. الأرقام القياسية الإفريقية مهمة جدا. ليه؟ لأن النادي الأهلي والمشاركات المصريه في البطولات الافريقيه كانت متاخره عن اي حد تاني. بالظبط. يعني في بدايه الثمانينات. انت اول لقب 82. الاكثر من كده ان انت في التسعينات قعدت 3 سنين ما بتلعبش. في ال3 سنين دي كان قمه توهجك كفريق، كان من الممكن تعمل لك فيهم 4 5 ألقاب. ما بين بطولات وسوبر وابطال كده. فانت رغم هذا من الالفيه الثانيه بقى اكتساح. صحيح. الاهلي في السوبر عنده يا جماعه ال7 ألقاب، خدها في 2002 2006 2007 2009 و2013 و2014 و2021. 7 ألقاب سوبر للاهلي تخليه حامل اللقب او حامل الرقم القياسي في مرات التتويج بهذا اللقب. الترجي التونسي اكتر حد شارك في السوبر وما خدهاش، يعني حاول او لعب السوبر 4 مرات ما اخدهوش، في 99 و2012 و2019 و2020 كان الترجي فعلا الاكثر خساره للقب في 4 نهائيات. الاكثر فوزا في النهائي الاهلي زي ما قلت لكم 7، الاكثر وصولا للنهائي الاهلي 9، يعني الاهلي لعب 9 مرات في السوبر خد منهم 7. شارك الاهلي على مدار تاريخه في 9 مرات. البطولات الاهلي في السوبر الافريقي وعلى حساب مين؟ عشان الرقم المهم جدا اللي كلكم بتحلموا بيه. الاهلي عنده 23 لقب قاري دولي، بيسعى للقب ال 24 عشان يفضل ضاغط على مين؟ على ريال مدريد، اكثر انديه العالم تتويجا. شوفوا حجم طموحات الاهلي والرقم المستهدف بالنسبه له. انت بتزاحم ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم. ألقاب الأهلي في السوبر، اللقب الأول خده في 2002 يا باشمهندس كان على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، 2006 على حساب الجيش الملك المغربي، 2009 على حساب الصفاقس التونسي، 2007 على حساب النجم الساحلي التونسي،
2013 على حساب ليوباردز الكونغولي، و2014 أقصى الصفاقس التونسي، و2020 كان على حساب نهضة بركان. إذن المرة الأخيرة في التتويج الأخير للأهلي كان على حساب الأشقاء المغاربة، وإن شاء الله اللقب الثامن للأهلي في السوبر يكون على حساب الرجاء. نهضة بركان ولا بركان؟ بركان. طيب أنا مش هفضل أصلح لك كتير. طيب أنا موافق. ماشي. طيب الصحف طبعا كلها اهتمت بهذا اللقاء المهم جدا. مجلة الأهلي اللي صادرة اليوم: الرجاء السوبر يا أهلي، في حث لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني على ضرورة الفوز أو السعي بقوة للفوز بهذا اللقب. البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتسافر بطموحات كبيرة إن شاء الله، خاصة وإنه بيتسو موسيماني صورة الغلاف في هذا العدد الأفضل في أفريقيا. الإعلام الجنوب أفريقي أجرى استفتاء على المدرب الأفضل في أفريقيا ففاز بها بيتسو موسيماني خلال 2021. إذن بيتسو موسيماني المدرب الأفضل في أفريقيا، ده شيء يحسب للنادي الأهلي والمستر موسيماني. المصري اليوم قال: الأهلي يحفز اللاعبين بالمكافآت الخاصة قبل السفر الأفريقي. الحقيقة لعيبة الأهلي مش محتاجة تحفيز، هي عارفة قيمة البطولة وعارفة قيمة التوقيت. والأهرام قال: الأهلي يرسل الملف الطبي للجنة المنظمة لمونديال الأندية. ده الصحافة المصرية سريعا، لكن الموقع الصحافة المغربية بقى بصين للمسألة ازاي، لأنه الرجاء نادي جماهيري كبير جدا له كل الاحترام والتقدير. موقع البطولة المغربي قال: الزنيتي والحفيظ والنهير يتدربون تحت قيادة السفري تأهبا لمواجهة الأهلي المصري. الثلاثة خلصوا مع منتخب المغرب في كأس العرب، فضلوا موجودين في الدوحة زي ما بدر بنون نجمنا فضل موجود. البطولة المغربي قال: غيابات وازنة تثقل كاهل الأهلي قبل مباراة السوبر. وازنة يعني تقيلة، يعني توزن يعني. أيوة هي وازنة. غيابات وازنة تثقل كاهل الأهلي قبل السوبر الأفريقي أمام الرجاء. وأكد موقع البطولة المغربي أنه إصابات كل من محمد الشناوي ولعب الوسط حمدي فتحي بسبب الإصابة، إضافة إلى أيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود متولي وعلي معلول وأحمد عبد القادر اللي تعرضوا للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب. طبعا المسألة ما هياش دقيقة، لأنه لا محمود متولي ولا صلاح محسن ولا أحمد عبد القادر كانوا مع المنتخب، لكن طمناكم على حالتهم. موقع 360 المغربي أيضا قال: عرض يربك بنون والأهلي قبل السفر ضد الرجاء. قال الموقع المغربي انه تقارير اعلاميه كشفت اليوم بان بدر بنون مدافع الاهلي المصري تلقى عرضا مغريا من فريق قطري دون الكشف عن هويته. وحسب المصادر نفسها فان تالق المدافع الرجاوي السابق مع المنتخب الوطني الرديف خلال فعاليات كاس العرب بقطر جعلت فريقا قطريا يقدم له عرضا كبيرا من اجل الانضمام له خلال الميركاتو الشتوي المقبل. قالت الموقع المغربي قال: حسب المصادر فإن الفريق الأهلي المصري يرفض في الوقت الحالي كل العروض التي يتلقاها مدافعه بدر بنون بالنظر إلى حاجة الفريق لخدماته. طيب مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء دي مباراة مهمة جدا، حبينا نشوف بعض الآراء المتنوعة. جريدو، فاكرين جريدو مدرب الأهلي وقد إيه فرحته الجنونية بهدف عماد متعب التاريخي، وازاي جريدو هو جريدو مرن الرجاء فليه راي مهم لقناه الحياه عن الاهلي. نشوف حضرتك مسكت الرجاء المغربي ومسكت الاهلي، شايف مين الاقوى في الفتره الحاليه ومين اللي ممكن يكسب المباراه؟ نعم كنت في الأهلي وكنت في الرجاء، وأعتقد أن الأهلي دائما لديهم أيضا مديرين ومحترفين في كرة القدم من ناحية الإدارة، وميزة كبيرة للنادي الأهلي كمنظمة وكهيئة مؤسسة كبيرة. الأهلي وأيضا لديه جماهيره الرائعة في كل مكان، يشعرونني دائما بأهمية النادي بالنسبة لهم. ممتن كثيرا للنادي الأهلي وذكرياتي رائعة جميلة معهم. مين يكسب الأهلي ولا الرجاء؟
I don't know. لا أعلم الحقيقة. كرة القدم يمكن التنبؤ بها، لا تستطيع أن تتنبأ من سيحقق الفوز في أي مباراة. ربما في هذه اللحظات الأهلي لأنه يحافظ على نفس كتيبة اللاعبين سيكون لديه اليد العليا، ولكن مع غياب أيضا سفيان رخيم. أنا طبعا مع مهما يعني الأوراق راحت في اتجاه فريق، لكن لا أحد يستطيع إطلاقاً أن يتكهن من البطل. هو كان حد في 2006 يقول إن برشلونة يخسر من انترناشيونال في وجود رونالدينهو، اللي انترناشيونالي ده كسب الأهلي بالصدفة، وكل الناس قالت كان الأهلي أكثر جدارة بالوصول إلى المباراة النهائية. فالكرة فيها كده، فيها انك انت ربما حد يوفق من فرصة او كرة مرتدة، والسيطرة لا تتيح لأي فريق اخر يعني ضمان المكسب. لكن الاهلي ظروفه صعبة، وفي الظروف الصعبة يظهر معدن الاهلي. طيب احنا شفنا رأي جريدو باعتباره مرن الفريقين، لكن ماذا عن لاعب مهم في المنتخب المغربي، كان لاعب سابق في الرجاء حفيظ عبد الصادق، تحدث أيضا عن هذه المواجهة. فريق الرجاء المغربي وفريق الأهلي المصري، صحيح أنها تكون مباراة قوية يعني الفريقين، رغم البداية ديال هذا الموسم المختلفة ديالهم في الدوريات. فريق المصري اللي حافظ على التركيبة البشرية، الإدارة التقنية، كاين استقرار، كاين نتائج، احتلاله يعني الصدارة في الدوري المصري، فريق اللي متعود على نهائيات. فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي بدا بداية متذبذبة، نتائج عوامل كثيرة من بينها ذهاب لاعبين اللي كانوا كيشكلوا النواة ديال الفريق، الموسم الفريض، كذلك مكتب مسير جديد، إدارة تقنية جديدة، هذه كلها خلات ان النتائج ما ترقاش للمتطلبات ديال الجماهير الرجاويه اللي دائما كطالبهم بالنتائج الايجابيه ولا سيما الالقاب. فهذا هو اللي غيخلينا اننا نشوفوا مباراه غتكون مباراه قويه، واللي غيزيد من القوه ديالها هو يعني الفريقين بجوج عندهم لاعبين من مستوى الكبير. يعني جينا نشوفوا الاهلي المصري ملي كتشوف امثال يعني في الصفوف ديالهم واحد الفريق متكامل، لا من ناحيه الدفاعيه لا الهجوم. هو تقريبا اكد على كلام اللي احنا بنقوله، وان مش تملي الورق بيقول مين اللي يكسب. الاهلي بدايته اكثر استقرارا ونتائجه اكثر تميزا وصفوفه اكثر اكتمالا، ده من وجهه نظره، ولكن هذا لا يعني انه يضمن المباراه. المباراة ستكون قوية من الفريقين، وحظوظ الفريقين قائمة في هذه المباراة. أنا معاه. طيب في تقرير خاص برضو لمالك وكتابة من المغرب، بيتحدث يوسف الحداوي في راديو من راديو أصوات، ومحمد مفتاح الصحفي، وعبد الله جعفري المذيع في قناة مدى تي في، ومحمد بلعودي مدير نشر في موقع سبورت وان ما. في هذا الفيديو كيف يرى الإعلاميون المغاربة الأشقاء مباراة الأهلي والرجاء؟ أكيد النهائي سيكون قوي، رغم نسبيا على الورق الأهلي مرشح، لكن فريق الرجاء الرياضي كذلك يبقى فريق قوي، لن يكون لقمة سائغة لفريق الأهلي المصري. ربما عامل اللياقة البدنية قد يكون عامل لصالح فريق الرجاء الرياضي نوعا ما، على اعتبار أنه فريق الأهلي المصري مازال لاعبيه يواصلون المباريات كأس العرب مع المنتخب الوطني المصري في قطر، لكن هذا ربما يكون معطى إيجابي لفريق الأهلي على اعتبار أن كل اللاعبين فهم مجتمعون فيما بعد، لكن المباراة ستبقى 50-50 بين الفريقين. مباراة صعبة للطرفين، خاصة أنك تجي في واحد التوقيت اللي يمكن أنه غير مناسب لا للرجاء ولا للأهلي، خاصة أنه فريق الأهلي عدد من اللاعبين كيتواجدوا مع المنتخب المحلي، إضافة إلى ذلك لأنه المجموعة أو الفريق ديال الرجاء الرياضي طبعا بعد رحيل عدد من اللاعبين اللي يمكن نقول انه من الركائز الاساسيه للنادي، فيما فريق الاهلي المصري طبعا فريق لا يحتاج الى الحديث عنه لانه فريق
كبير، فأحد أكبر الأندية في إفريقيا تاريخ ديالو. يتحدث عن الألقاب اللي فاز بها هذا الفريق، طبعا تتحدث عن نفسها. نعم امتياز طبعا لي على الورق للأهلي المصري، ولكن لطالما كان فريق رجاء رياضي فريق اللي يمكن أنه لقب بفريق النهائيات. هي مواجهة بين فريقين من القوى التقليدية في الكرة الإفريقية. صحيح بأن فريق الأهلي المصري هو نادي القرن في القارة السمراء، هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا بعشرة ألقاب كاملة، والفريق الذي أيضا توج بكأس السوبر في سبع مناسبات. في المقابل فريق رجاء البيضاوي بدوره فريق متميز، فريق يملك تاريخا طويلا، فريق بصم على موسم استثنائي رغم أنه ليس في أفضل أحواله إلا أنه توج بلقبين هذا الموسم. في المقابل فريق الأهلي المصري هذا الموسم يحصد الأخضر واليابس سواء محليا أو قاريا. الأكيد هو أن هذه المواجهة ستكون مواجهة تعد بالكثير من الإدية والتشويق والإثارة. نتمنى أن تكون الكلمة العليا للأفضل في المستطيل الأخضر. ستكون مباراة قوية بالنظر إلى قيمة الفريقين وإلى تجربة اللاعبين. ربما على الورق فريق الأهلي المصري أفضل حالة من فريق رجاء الرياضي بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه فريق رجاء الرياضي، مش من حيث نتائج سلبية ولكن الوضع العام. ولكن أعتقد بأن عزيمة لاعب الرجاء وخبرة لاعب الرجاء ربما تكون حاضرة في هذه المباراة المهمة. لن تكون صعبة أمام فريق قوي، فريق مجرب، يمتلك لاعبين في المستوى، يمتلك قائد يعرف الرجاء جيدا هو بدر بانون. أظن بأن الضغط سيكون كبير على فريق رجاء الرياضي لأنه ما حققش نتائج طيبة في مع بداية الموسم. هو سيحاول تعويض يعني النتائج في الدوري الاحترافي بالفوز بالسوبر الإفريقي، ولكن كما قلت المهمة لن تكون صعبة أمام فريق الأهلي الذي نعرف قوته، نعرف قيمة لاعبيه، ونعرف كذلك يعني قيمة المدرب موسيماني اللي يملك خبرة كبيرة في القارة الإفريقية. شوف اتفقوا الأستاذ يوسف الحداوي، محمد مفتاح، عبد الله جعفري أشادوا بالأهلي وبقوة الأهلي والورق بيقول إيه، ولكن المباراة في الملعب تقريبا قالوا 50-50. محمد بلعودي يعني هو الوحيد اللي رجح شوية فرصة النادي الأهلي، ولكن أنا مع فكرة إن الملعب هيكون له رأي حسب الحالة والتوفيق اللي في المباراة. الحقيقة كلام يوسف الحداوي في راديو أصوات إنه الرجاء مع كل الظروف لن يكون لقمة سائغة للأهلي. أيوة. لقمة سائغة دي بتفكرني بيه قبل الأهلي ما يدخل على المعترك الأفريقي مع الأشقاء في الشمال بالذات في تونس، كان لغاية قبل سطوة الأهلي مع مانويل جوزيه وإزاي يتغلب على الترجي الصفاقسي وكل الأندية التونسية الكبيرة، كانت الشعور لدى الأشقاء في تونس أن تونس ككرة لها الأفضلية على الفرق المصرية. حتى أنه مرة رايحين نلعب في تونس فكان منشط إحدى الصحف الرياضية توحشناكم يا لقمتنا، يعني هم كانوا شايفين أنه الكرة المصرية دي اللقمة السائغة الهنية اللي دايما الكرة التونسية بتاكلها. الحقيقة الأهلي وضع حد لده وأحرز تفوق كبير على الأندية التونسية الشقيقة تباعا، فكان له هذه الأفضلية ثم مع الأشقاء في المغرب. لكن كلام يوسف الحداوي أنه الرجاء لن يكون لقمة سائغة للأهلي، وزي ما المهندس عدلي أشار إلى أنه كل الزملاء المغاربة شايفين أنه الرجاء بيمر بظروف صعبة لكن هو فريق يوصف بأنه فريق النهائيات، ودي خبرة بقى المباريات الكبيرة اللي لا يعني لازم يعمل حسابها. مثلا إبراهيم حضرناه بنفسنا لما روحنا في بطولة العالم للأندية والرجاء داخل بصفته المنظم خاض مباراة تأهيلية صحيح كسبها راح مشي في الحالة قاعد يتسلل لما لعب المباراة النهائية وخسرها 2-1 بالعافية من بايرن ميونخ. يعني لا يعني هما ثلاث فرق اللي عملوا كده، اثنين من افريقيا مازيمبي والرجاء ثم العين من اسيا. يعني نتمنى ان يكون الاهلي طرف المباراه النهائيه هذه المره. اذا كل الرجاء
أن يكون لاعب الأهلي بإذن الله تعالى في قمة التركيز، في قمة الجدية، في قمة الاحترام، وده أكيد موجود للمنافس المغربي الشقيق الرجاء. التتويج بإذن الله يا أبطال. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عظمة لسانه. ما تخافش على الأهلي، وما تخافش على الأهلي مع أي مباراة، طالما روح الفانيلا الحمراء موجودة، طالما تركيز اللعيبة موجود، طالما احترام المنافس على وجه الخصوص، احترام المنافس بقدر كافي جدا، احترام دون رهبة بس دون تهوين من شأن أي منافس. كل الاحترام للأشقاء العرب المنافسين، وكل الرجاء أن يتحلى الأهلي بروح الفانيلا الحمراء. ده كان كلامنا فيما سبق، لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه، قمة الارتباك في فض الاشتباك. ما أقول لك الحقيقة المشهد مرتبك جدا، كل يوم نسمع على تخريجة الحقوا ده كأس الأمم الأفريقية هتتلغي عشان تفض الاشتباك مع كأس العالم للأندية. لا، ده هيقدموها يومين بس، لو اتقدمت يومين هتخبط مع ليفربول، فبالتالي هيبقى في صعوبة لوجود محمد صلاح. طب تشيلسي ميعاد مبارياته امتى؟ طب بلاش كأس الأمم الأفريقية. يطلع منذ قليل أحد المواقع بيقول إنه مصدر في الكاف قال لهم إنه في إعلان رسمي من الفيفا قريبا بتأجيل انطلاق كأس العالم للأندية. بلاها الكان خد المونديال. وبيقول للموقع ده موقع الوطن انه كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الافريقي لكره القدم عن تقديم الاتحاد الدولي لكره القدم مقترحا رسميا لجميع الانديه بتاجيل مباريات كاس العالم للانديه بدوله الامارات، خاصه وان هناك ازمه تواجه ناديي الاهلي وتشيلسي الانجليزي، خاصه وانه في حال اقيمت البطوله في موعدها المحدد لها بشكل رسمي سيخوض المارد الاحمر مباريات مونديال الانديه دون لاعبيه الاساسيين. ثم كلام كثير حوالين الازمه، الى انه الموقع بينتهي الى انه اللي بالاتجاه انه الفيفا هيقدم كاس العالم للانديه اربع ايام، او هياجلها اربع ايام لتقام بدايه من 7 فبراير حتى 16 فبراير بدلا من 3 الى 12، يعني تبدا 7 بدلا من 3، فيكون بعد عن نقاط التماس والاشتباك مع كاس الامم الافريقيه. لكن الموقع هو بيقول انه النادي الاهلي او الاتحاد الدولي ارسل لكل الانديه المشاركه، ده ما حصلش لانه النادي الاهلي لم يتلقى هذا الاخطار بعد. فنتمنى انه سريعا يتم الانتهاء من فض هذا الاشتباك. الفيفا بيبحث عن الحل المطلوب والكاف يحدد مصير الكان، ده زي ما قالت الاخبار. لكن يمكن اللي خلق هذا الجدل الكبير يا باشمهندس لما الباشمهندس احمد مجاهد قال الاهلي هيلعب بكل لعيبته، منذ هذه التصريحات لاحمد مجاهد واللغز ما زال قائم. نشوفه. اي بطولتين يدخلوا في نفس الوقت ما بين نهايه البطوله دي وبدايه البطوله دي؟ من غير شرح كتير ومن غير لف ودوران كتير، لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب. واذا كان في اي حد شايف ان هو منتخب مصر يعني ممكن يكون اقل اهميه من جهه، فده يبقى يعني مخطئ. الحفاظ على كل الحقوق ان شاء الله باذن الله موجود، وعشان ما نضيعش وقت كتير انا بقول لك الازمه محلوله. من غير بقى تفسير انا بقول لك ان شاء الله المنتخب هيلعب بكامل نجومه. ايوه، بطوله كاس الامم الافريقيه، والنادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه ان شاء الله باذن الله كمان كاس العالم للانديه. من غير تفسير ليه؟ ده تفسيرها مهم قوي. لا، من غير تفسير، لان في امور لو اتقالت دلوقتي مش هتبوظ السحر بتاعها. مش هت بالظبط، لكن انا بقول خد على لساني. ايوه، احمد مجاهد ان شاء الله باذن الله انه اثناء البطوله كاس الامم الافريقيه ان شاء الله المنتخب هيلعب بكامل النجوم اللي هيختاره مستر كروش. تمام. وفي نفس الوقت النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب مباراته في كاس العالم للانديه، ثم نتمنى له طبعا التوفيق انه يكمل لحد المباراه النهائيه. تمام. ان شاء الله هيلعب بكامل النجوم. حلو، معنى كده تفسيري انا للكلام ما فيش موضوع. تمام، خلاص وضحت جدا ان البطولتين هيبقوا بعيد عن بعض. طيب خليني دي نقطه مهمه. ايه
ما تفترضش. انا بقول لك تمام، انا هفسر بعد ما اقفل مع حضرتك الاجابه. لا ما على عشان بس ايه، ما تفترضش تفسير. تمام، التفسير هيبقى غريب وقتها، لكن انا بقول لك ان ده هيلعب بكام النجوم وده هيلعب بكام النجوم، وما اظنش ان احنا يعني الفتره اللي فاتت دي كلها الحكايات والقصص دي شغاله واحنا قاعدين بمعزل عنها. مش بمعزل عنها، مفهوم. في ناس بتتكلم كتير عشان تخاطب الجماهير، تبرأ نفسها او تشيل المسؤوليه من على نفسها، وفي ناس بتشتغل من غير كلام كتير. انا بقول لك ان شاء الله باذن الله البطولتين ان شاء الله كل فريق هيلعب بكام النجوم. مفهوم. يعني اتحاد الكره كان ليه دور، يعني مش عايزه كلام. مفهوم. يعني الاتحاد الكره تدخل من اجل حل الازمه. ليس كل ما يعرف يقال. مفهوم. انما اللي انا بقوله ان شاء الله. اوكي. ثلاث ملاحظات يا استاذ ابراهيم. الحقيقه ما كانتش محتاجه تعليق او تنويه من الكابتن احمد مجاهد عندما يقول لا صوت يعلو على مصلحه المنتخب، والذي يتصور غير هذا واهم، ما حدش تصور غير هذا، ولم يتحدث احد اطلاقا عن المفاضله او المزايده، ان مصالح نادي ممكن تركب مصالح المنتخب، ولكن كان كل سؤال هو فين دور المسؤولين في فض هذا الاشتباك. لما حضرتك تفضلت مشكورا وقلت ان احنا ما كناش بمعزل عن هذا الامر، كنا نتمنى ان يشعر المسؤولين في النادي الاهلي بانكم مش في معزل، كان كل اللغط ده توقف. احنا كان كل اللي بنقوله احنا عايزين نشعر النادي الاهلي ما حد شايل همه، واللي لازم يشيل همه الاتحاد بتاعه المحلي ثم الاتحاد الإقليمي في الكاف. أما وقد حدث هذا الأمر فقد قدم النادي الأهلي الشكر لمعاليك، والأهلي كان يعني عند هذه النقطة قال خلاص إذا كنت أنت كاتحاد عملت دورك فإحنا بنشكرك. فما حتة بقى إن اللي بيتصوروا يعني مش يعني خلاص انت عملت حاجه استحقيت عليها الشكر، لكن التنبيط على ان لا صوت يعلو والواهم، ومحدش قال ابدا ابدا ان في صوت بيعلو على صوت المنتخب، لكن ايضا محدش يستطيع ان يتجاهل مصالح الانديه وهي تخوض مباريات على مستوى كاس العالم للانديه بكامل نجومها. ده كلام مهم جدا، لانه كمان ربما المهندس عدلي بيقولوا فيه رد على بعض الاتصالات التي تجريها بعض البرامج هنا مع مسؤوليين من الكاميرون، فنسمع انه اصوات مصريه تتحدث على انه المنتخب مصلحته فوق اعتبارات كل الانديه طبعا. وده كلام يعني مفترض ما يبقاش مطروح اصلا للنقاش، ولو كان اللي بيطرحه هدفه يضع الاهلي في صدام مع المنتخب فهذا هو واهم. هو اللي واهم بقى. هو اللي واهم، لانه طبعاً. انت قول ان انت عايز ترمي طوبتين على النادي الاهلي، قولها، لكنه حقيقه الامر فيما لم للنادي الاهلي. للنادي الاهلي قال ان انا افضل من المنتخب، او ان انا لاعبتي ما تروحش المنتخب، او ان انا مصلحتي اهم من المنتخب. بالعكس، النادي الاهلي بيسعى لتقديم لاعبته للمنتخب في احسن الظروف، الا اذا كان بيستقي معلوماته من بعض كتابات السوشيال ميديا لافراد. انما انت بتتكلم على الأهلي بيسعى لفض هذا الاشتباك حفاظا على المصلحتين. المسألة كمان خدوا بالكم مش قاصرة على المنتخب بس، مش المنتخب المصري، ما هو الأهلي هيحرم زي ما الكابتن طارق دياب ورناه لكم الحلقة اللي فاتت، قال لك لا، الأهلي من حقه إنه الاتحاد الأفريقي يسانده والاتحاد المصري يساعده في إنه يكون معاه كل لاعيبته. إحنا شايفين الرجاء الاتحاد المغربي عامل له معسكر على حسابه ومديله تكاليف السفر عشان يضمن تمثيلا قويا للكرة المغربية في مباراة السوبر. فالأصوات اللي احنا بنسمعها من الكاميرون أو من هنا إنه المنتخب أولا، يا عم المنتخب أولا وثانيا وثالثا، ولا يمكن لأحد أن يضع المنتخب قبل النادي أو النادي قبل المنتخب. لكن خد بالك حاجة سيادتك، لازم تبقى واخد بالك إنه الأهلي هيتحرم من علي معلول، هيتحرم من أليو ديانج، هيتحرم من بدر بنون، يعني الثلاث أعمدة الرئيسية موجودين مع منتخبات بلادهم. الأمر مش قصر على المنتخب المصري، بس الناس اللي بتفهم بتوع الكورة وبتوع الرياضة عارفين إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول إقامة مباريات رسمية في كأس العالم للأندية في وقت لكأس العالم أو لكأس الأمم الأفريقية. فياريت كل اللي يتكلم
يفتي في المساله يكون عنده درايه بحقيقه الاشتباك عامل ازاي. كمان في نقطه مهمه يا استاذ ابراهيم. قال لك اللي فاكر ان احنا بمعزل عن الاحداث بس في ناس بتشتغل ما بتتكلمش. لا، مش في الموقف ده. لما تشتغل في هذا الموقف لن تتكلم، بدليل انك اتكلمت اهو. فانت لو كان عندك حاجه تقولها قبل كده كنت قلتها، بدليل انك قلت في اللحظه اللي تصورت ان عندك معلومه. وان كنت حتى الان انا غير مطمئن، لان انا لا اتعامل الا بالاوراق الرسميه. انت تعمل زي كابتن مجدي عبد الغني، تعرف قال ايه؟ نسمعه. هل عند احمد مجاهد انباء بان بطوله الامم الافريقيه هتتاجل؟ لا، انا بقول لحضراتكم، لا انا بقول لحضراتكم، انا كنت في الكاميرون، الاستاد اكتمل تماما، الناس قاعده في الاستاد مستنيين منتظرين المباريات. احمد مجاهد اللي قاله كلام حقيقي ولا هو يعني بلغه الكره كده واللغه البلدي بينيم النادي الاهلي؟ احمد مجاهد ماشي 5 يناير، النهارده هو هيمشي قبل البطوله كمان ما تبتدي. هل كارلوش كيروش هيسيب لعيبه النادي الاهلي كلهم يروحوا يلعبوا مع النادي الاهلي ويسيب المنتخب؟ ما اعتقدش. الكلام اللي بيتقال لازم نفكر فيه، ولازم يبقى ولازم المنطق هو اللي يحكمنا. هي مخاوف مشروعه يعني، ولذلك ما فيش حاجه اسمها ما تكلمش، لان عدم كلامك ثم التنبيط اللي انت بتقوله دفعت بعض المسؤولين يمشوا على كلامك، وان المنتخب ومش المنتخب ولا صوت يعلو على المنتخب. هو حد قال لكم ان احنا عايزين نحرم المنتخب من نجومه؟ احنا بنقول لكم لا عايزين نحرم المنتخب ولا عايزين يتحرم. محدش من فضلكم يحاول يلقح النادي الاهلي، لانه يعني موقف خاسر بكل المقاييس، كل الدلائل السابقه ان النادي الاهلي في كل الامور الاكثر تضحيه في هذا الشأن. طيب، الاهلي شكر المهندس احمد مجاهد في بيان رسمي، فكان احمد حسام ميدو له تفسير لهذا الشكر. انا في رايي ان التصريحات بتاعت المهندس احمد مجاهد حطت مسؤولي الاتحاد الافريقي في ازمه، لان النهارده التكهن الاول يا اما حاجه يا اما كاس الامم الافريقيه اتاخد قرار اوريدي بتاجيلها والاتحاد الافريقي ما بيعلنش، الحاجه الثانيه ان منتخب مصر هيخرج من الادوار الاولى، هيخرج ازاي ما اعرفش وهو عارف كده. النهارده الاهلي رد على كلام المهندس احمد مجاهد ما فوتوش، وانا بقول ان الاهلي رد على تصريحات المهندس احمد مجاهد الاعلاميه بذكاء كبير جدا، خلينا نقول بذكاء كبير جدا. الرد بتاع الاهلي ده جول في المقص. بيان الاهلي ده حط المهندس احمد مجاهد في خانه اليك، ان حتى لو انت مش موجود في المسؤوليه ومش قاعد على الكرسي، انت وانت قاعد على الكرسي قلت ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه. دي حركه معلمه من الاهلي. الحلو نقول عليه حلو، مفيش كلام. هو انا شايف ان البيان ده بقدر ما تصوره البعض انه بيثبت حاله، لكن اثبات الحاله مع الناس اللي عايزه تبرر بعد كده باي حاجه ما هيش معضله يعني. يعني انت اثبتت حاله على الكابتن احمد مجاهد اللي هيكون مشي، مش هو ده الاساس. انما ربما النادي الاهلي اراد ان يوقف حاله احتقان كانت تسود الاجواء الكرويه، وهذه مسؤوليته. فقال لهم انا هصدق هذا التصريح، وعندما اصدق هذا التصريح انا بشكر الاتحاد المصري الذي كان ينبغي ان يطمن الاهلي ويطمن الناس بدري عن كده، ويشعرنا بمجهوده. عليك السعي وتورينا انت بتعمل ايه في هذا الشأن. طبعا انت قاعد، ما هو كل الناس قالت له انت وهنا بوريدا قاعدين جنب انفنتينو، انتوا ما بتتكلموش، مخاصمين بعض. لكن لما يطلع انفنتينو ويقول لك احنا خدنا موافقه الاتحادات الاقليميه، يبقى انت وافقت على الكلام ده من الاول. ما علينا، دعونا ننتظر وتتحل. مين اللي حلها؟ يا سيدي احنا نشكر الناس كلها، اللي اجتهد واللي ما اجتهدش، واللي عايز يعني يعمل لنفسه دور، واللي مالوش دور، واللي له دور.
بس حلوا لنا المشكله دي، لان هذا هو العدل. يعني العدل ان تتاح لي الفرص المتكافئه والباقي بتاعي انا بقى، ربنا يوفقني اجتهد بقدر ما اجتهد. لكن ما ينفعش انك تاني تعايزني ألاعب تايسون من غير كلفظات. على فكره انا المره اللي فاتت قلت كلفظات، ما قلتش كلفظات، لان في ناس بتحب تملي، ها تمسك لك على تنور كلفز. لا تعلم عليك. ايوه ما جلافز يعني جوانتي، يعني هي دي كان لازم انا اللي امسكها مش يعني ما حدش شال كلفظات يعني. طيب كابتن ميدو بيثمن موقف النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب في تصرفه هذا وادارته للازمه. الحقيقه الاهلي بيحافظ على حقه الطبيعي في ان يدعم المنتخب بافضل اللاعبين في احسن الظروف، ويحافظ الاهلي على قوته اللي الكل بيشهد انه ده الموقف الطبيعي. بالمناسبه الزميل الاعلامي الكبير اللي وحشنا الاستاذ عبد الفتاح حسن كان ضيفا على الزميل هاني حتحوت وتحدث عن الكابتن محمود الخطيب الاداري. نشوف. كابتن الخطيب كان، انت ما حضرتوش طبعا في الملاعب، كان أسطورة كبيرة جدا في التحليل، كان أسطورة وهو بيقود النادي الأهلي، أعتقد أنه هو أسطورة كبيرة. ليه بتصفه بأسطورة إدارية؟ لأنه بينفذ من غير ما يتكلم، حتى الناس اللي بتهاجمه ما بيردش عليها. أي إنسان ناجح وعايز ينجح لو فكر أنه يرد على الناس اللي بتنتقده فين النجاح؟ هيعمله إمتى؟ الخطيب ما بيردش على أي حد، كل الناس بتنتقده كتير جدا، بينتقدوه لكن ما بيردش. ورد هنا مش عجز، لكن رد ان هو ان الراجل مش فاضي فعلا، راجل عنده رساله بيأديها. انا شايف ان هو نجح، خش النادي الاهلي كنادي يشوفه اجتماعيا، هتلاقيه تطور تطور رهيب. الفروع اللي بتتفتح اجتماعيا برضو للاعضاء اللي هم الجمعيه العموميه طور لهم كل حاجه، اداء الفرق المختلفه ومعاملته للمشاكل اللي ممكن تقابلهم، اعتقد ان فيها احترافيه كبيره جدا، ماشي على خطى ثابته، ويعني بيثبت من يوم ليوم انه فعلا اسطوره. ايه ابرز الكواليس اللي كانت بتكون بين حضرتك كاعلامي وبينه كمحلل ونجم كره سابق، على الهواء او بره الهواء ممكن تحكي للناس؟ لا انا فاكر موقف مع يعني مع الكابتن الخطيب، بس كان البرنامج كان بيقدمه الاستاذ حسام الدين فرحات والكابتن الخطيب، وكنت انا في الملعب، فوانا على الهواء واحد بيسخن من اللعيبه بتسخن، وراح شايط الكوره ضربت في دماغي. فانا فعلا حسيت ان انا دخت. قلت له يبدو ان هم يعني التسخين زاد عن اللزوم لدرجه انه اثر على دماغي. طبعا هم الاستاذ حسام والكابتن الخطيب الحقيقه يعني خدوا الافيه ده مني، حكوه بطريقه ظريفه جدا او اتعاملوا معاه بطريقه ظريفه جدا. طبعا يعني الإشادة هنا إن الراجل بيشتغل ما بيتكلمش، لا بيرد على اللي بيؤازره ويحبه، ولا بيرد على اللي بيهاجمه، ولكنه يعمل. وأنا قلت قبل كده، قلت يمكن ربما إن مساندتنا للكابتن الخطيب كانت بدأت بنوع من التفاؤل والإدراك إن هو راجل طالع من مدرسة إدارية محترمة. وأنا قلت قبل كده إنه أدهشني أداؤه كراجل تاني إدارجي، أنا ما بحبش الكلمة دي، يعني إيه إدارجي؟ يعني هو راجل صاحب فكر عايز يطور، عنده برنامج نفذه ونفذ أكتر منه وبينقل على اللي بعديه، واستطاع أن يتجاوز أزمات طاحنة لم تصادف غيره. فلابد إن يكون الراجل ده عنده حاجة صلابة، وعنده رؤية، وعنده شخصية، وعنده أدوات بيعتمد عليها، وعنده أداء جماعي وأداء فردي. خلاص مش هنقعد نتكلم في الكلام ده كتير، لأنه الشغل بيشاور عليه. الحقيقة كان يعني وحشتنا طلة الصديق العزيز والزميل الإعلامي الكبير عبد الفتاح حسن، واحد كانوا من أصحاب التجربة الأولى مع الإعلام الكبير الأستاذ حسام الدين فرحات عبر شاشة النيل للرياضة. نتمنى لهم كل الصحة والتوفيق ومعاودة الظهور إن شاء الله. كلام الكابتن الاستاذ عبد الفتاح عن الكابتن محمود الخطيب وعلى النهضه الكبيره اللي بيشهدها النادي الاهلي في كل فروعه، لانه عبد الفتاح قال اذا دخلت اي فرع من النادي الاهلي تندهش من حجم التطوير والانشاءات اللي حصلت. بالظبط. ايه الارتقاء الكبير اللي حاصل بالمنشآت الرياضيه؟ ايه الافتتاحات اللي بتتم كل يوم في توسعات؟ ده كلام مهم جدا قادنا الحقيقه الى تصريحات
نشرتها اليوم او نشرها اليوم موقع جريده الوطن، وانا لما بتكلم على الوطن بتكلم على موقع جاد لصحيفه محترمه، فلما ينشر فيها كلام منسوبا الى مصدر مسؤول بوزاره الشباب والرياضه لازم نقف عنده. احنا مش بنتكلم على مصدر تحت بير السلم، ومش بنتكلم في كلام مجهل، لا ده كلام صرح مصدر مسؤول بوزاره الشباب والرياضه، تم تحديد الوزاره، الكلام لانه يخص النادي الاهلي ويخص علاقه النادي الاهلي بالوزير الدكتور اشرف صبحي، عشان كده لازم نقف عند ما قيل. اعلن مسؤول وزاره الشباب والرياضه موقفهم من طلب النادي الاهلي صرف مكافئات للنادي بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا 2020 و2021 والسوبر الافريقي وبرونزيه كاس العالم للانديه. وقال مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات للوطن: لن نصرف مكافآت للنادي الأهلي لأن اللوائح تنص على أن مكافآت البطولات تقديرية وليست إجبارية. ده كلام مهم هنرجع له، لكن لأنه معنا على سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الزميل الصحفي الأستاذ بلال مصطفى، واحد من الصحفيين المصريين اللي بيثروا الإعلام الرياضي في الدوحة، عشان يحطنا في الصورة كاملة من أجواء الدوحة في استقبال بعثة الأهلي غدا وأجواء كأس العرب. أستاذ بلال مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير كابتن عدلي القاي. أهلا بيك. أولا أنا بتشرف بتواجدي معاكم النهاردة في الدور الأول على قناة مدينة العظيم النادي الأهلي. هي أول مرة لقائي مع كابتن عدلي، بس ثاني مرة مع كابتن إبراهيم منيسي، تقابلنا قبل كده في تغطية منتخب مصر في روسيا 2018. صحيح، اهلا بيك يا سيدي، اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا فندم. استاذ بلال، قبل ما ندخل بقى في تفاصيل كاس العرب، قل لي كيف استعدت الدوحه ورابطه مشجعي الاهلي، الرابطه الكبيره الحماسيه لاستقبال بعثه الاهلي بكره ان شاء الله؟ اكيد انا هقدر اقول لك حاجه بسيطه تلخص كل الكلام اللي اقوله فيما بعد. ان جماهير الاهلي متشوقه لتواجد ووصول النادي الاهلي كانه اول مره يصل الدوحه. اها، النادي الاهلي طبعا الدوحه وشها حلو عليه، وطبعا تبقى الثالثه ثابته في بطوله كاس السوبر الافريقي امام الرجاء باذن الله. قبل كده خدنا البرونزيه في كاس العالم للانديه، وتوجنا بالكاس السوبر امام نهضه البركان، وان شاء الله المره القادمه ستكون امام نادي الرجاء الرياضي المغربي. اقدر اقول لحضرتك بالتنسيق والتواصل مع المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه جماهير النادي الاهلي في دوله قطر، الرجل وجميع اعضاء الرابطه ومسؤوليها لا يالوا جهدا في التواصل الدائم مع اللجنه المنظمه المحليه لبطوله السوبر كاف. تم التواصل والاتفاق على تخصيص الدرجه الثالثه شمال لجماهير النادي الاهلي كعادتنا اللي بنتفائل بيها دايما، تكون وش الخير والسعد على النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله. تم الاتفاق على التذاكر اللي ستكون مخصصه للجماهير، سيتم توزيعها على الجماهير وفقا للنظام المعمول به داخل الرابطه وفقا للاجراءات المتبعه. ستكون هناك اتفاقات جاريه وعلى تواصل تام مع اللجنه المنظمه المحليه في عمليه الاستقبال النادي الاهلي غدا ان شاء الله. طبعا عارفين البعثه ستصل 8 مساء باذن الله تعالى، ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي في هذا الموضوع. في اتفاقات ومشاورات متداوله بين الطرفين، ولكن طبعا حضرتك عارف ان كوفيد 19 واجراءات والاعداد بدات تزيد على مستوى العالم بشكل اكبر، فطبعا لسه. لكن اقدر اقول لك ان الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي طبعا بشكل عام كلها والرابطه بقياده المستشار حسام ابو العلا مجهزين الدخلات، مجهزين الاناشيد، في ترتيبات، في استعدادات مهوله للتشجيع بحماس منقطع النظير. واول ما يقول او يتم الاتفاق بشكل نهائي ان يكون في استقبال، سيكون استقبال لا مثيل له كعادة الجماهير الأهلوية في استقبال ناديها الحبيب النادي الأهلي العظيم. هل يعني النادي الأهلي وصوله يحظى في ظل الزخم بتاع بطولة كأس الأندية العربية كأس العرب، هل ممكن يكون له وجود ولا مش هنحس بيه إلا بعد انتهاء البطولة؟ لا طبعا، بتشكل السؤال الحلو دوت. الاهلي تواجده في كل مكان وفي كل زمان هو بيضفي اجواء غايه في الروعه في الاثاره في اي بطوله، هو عنوان النجاح زي ما احنا عارفين طبعا. مش هقول رب ضارات نافعه، طبعا كنا نتمنى ان الاهلي ان المنتخب المصري يصل ويعبر عقبه المنتخب التونسي الشقيق ويصل المباراه النهائيه، ولكن هيكون الاهلي باذن الله سبب
تعويض للحاله الحزن اللي بتعيشها الجماهير المصريه وجماهير الاهلي بشكل عام، كانت متواجده في المدرجات وبتشجع بشكل مثالي للمنتخب الوطني، وسيكون الاهلي باذن الله وجماهير من خلفه سيكون داعم وفي استقبال ناديها، وبتشجع بحماس منقطع النظير ان الاهلي بجماهيره وبالكيان وبالتنظيم وكل شيء بما يخص النادي الاهلي سيكون عامل نجاح لبطوله السوبر باذن الله تعالى. طيب ده عن الاهلي واجواء الاستقبال اللي في انتظاره ان شاء الله، لكن خلينا بقى يا استاذ بلال على كاس العرب، وانت راصد عن قرب بل يمكن في قلب الحدث مما يجري عندك في الدوحه. ردات الفعل حتى الان للمشاركه المصريه في كاس العرب ايه؟ والله اقول لك ان الجماهير المصريه، انا طبعا كان شغلي في اوقات عدم تواجدي او مهام شغل مش موجود، فكنت بروح احضر مباريات منتخب مصر كمشجع. كان اخيرها طبعا مباراه منتخب مصر امام منتخب تونس. انا وانا خارج من الملعب طبعا بيبقى في اختلاط كبير مع الجماهير، طبعا الجماهير غايه في الحزن، والحزن المخلوط او المختلط بحاله من الغضب في نفس الوقت. طبعا حضرتكم والاستديوهات التحليليه كلها عارفين يعني قلنا ازاي نقدر نكسب تونس، احنا كنا حاسين ان احنا اعلى، منتخب تونس ما قدمش المستوى اللي كان يخوفنا او المستوى المنتخب اللي بنقول عليه بعبع مش قادرين نكسبه، لا كنا نقدر نكسب منتخب تونس، كنا نقدر نوصل للمباراه النهائيه بكل سهوله، وكنا طمعانين في اللقب. ده كان حال الجماهير المصريه كلها في مدرجات استاد راس بعبود او استاد 974 المونديالي، فكان في حاله من الحزن بتخيم عليهم. طبعا كانت الاجواء او الاشياء المتداوله في حديث الجماهير بعد الهزيمه، انا في اعتقادي واعتقاد كل الجماهير المصريه سواء في الدوحه او في الوطن العربي او في العالم في مصر طبعا، هي هزيمه غير مستحقه وليها اسباب كبيره جدا طبعا مش هنخوض فيها في هذا الوقت، اسباب فنيه بجانب من عدم تواجد الجماهير المصريه بشكل اكبر في المدرجات كما كانت متواجده جماهير المنتخب التونسي الشقيق. هل بالنسبه للتحكيم الصوره داخل اوساط البطوله عندك ايه؟ والله هو كان التعليق طبعا النهائي على التحكيم سواء من الجماهير المصريه او الجماهير الجزائريه في مباراه قطر والجزائر في الدور قبل النهائي ايضا، كان التعليق على الوقت المحتسب بدل الضائع والحكام، وطبعا كان في استضافتكم للخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي افضتم الحديث في هذا المجال بشكل او باخر، ولكن هو ده كان التعليق، يعني احنا اديت وقت مستقطع، اديت وقت محتسب بدل من الضائع ثلاث دقائق فقط للاستمراريه فيما بعد، يعني بعد ما الشناوي شاط الكوره مثلا خلاص الامور، حتى لو انت حسيت ان في بعض الظلم المنتخب على اخر انت تنأى بنفسك عن مثل هذه الامور وتخلي الاحتكام الى الوقت الاضافي سا اكسترا تايم الشوط الاول منه او الشوط الثاني، نفس الشيء تكرر مع منتخب في لقاء منتخب قطر ومنتخب الجزائر، ان شفنا حوالي 20 دقيقه كان منهم 9 دقائق محتسبه لسقوط وعلاج وتغييرات، وكان وقت فعلي مستحق وتم احتساب مثيلتهم 9 دقائق اخرى و10 دقائق اخرى وصولا ل 20 دقيقه، فكان في علامات استفهام كثيره على التحكيم في هاتين المباراتين بشكل دقيق وبشكل اخص. بلال كان تردد كتير انه في اجتماعات في الدوحه على هامش المباراه النهائيه قبلها او بعدها سواء للجنه التنفيذيه للكاف او للاتحاد الدولي على فض الاشتباك ما بين كاس الامم الافريقيه ومونديال الانديه، عندك فكره؟ والله لحد علمي يعني ما فيش حاجات متداوله بشكل رسمي في هذا الصدد، لم يكن طبعا هو جميع مسؤولين سواء الاتحاد الدولي لكره القدم او مسؤولي الكاف موجودين بصفه دائمه في الدوحه في هذه الاوقات، بس اعتقد اذا ممكن من خلف الكواليس في تدور مثل هذه الامور، لكن بشكل رسمي او بشكل مصرح به وسائل الاعلام لم يكن في اي شيء موجود في هذا الصدد. في جديد عندك على استعدادات منتخب مصر للقاء قطر الساعه 12 ظهر السبت؟ اقدر اقول لك ان المنتخب لحد دلوقتي طبعا بتسيطر عليه حاله من الحزن على اللاعبين وعلى الجهاز الفني والاداري، ان كان يمنوا النفس جميعا مع الجماهير المصريه للوصول للمباراه النهائيه في المباراه السابقه مع منتخب تونس، مش يعني حاسين اللعيبه مش قادره تخرج من الحاله بشكل او باخر، يعني حاسين كانوا قريبين نوصل للنهائي وكنا قادرين نكسب وكنا نوصل للمباراه النهائيه ونرجع بالكاس لمصر، بس نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، ان الكره هي لازم فيها خساره وفيها دروس مستفاده وفيها خبرات كثيره غير الفوز يعني. ولكن النهارده اتدربوا، كان التدريب مغلق، كان مشاركه جميع اللاعبين ما عدا ايمن اشرف اللي بيستمر في برنامجه العلاج التاهيلي، بس طبعا كان التدريبات على فترتين، كان منها جزء في الجيم شارك فيه جميع اللاعبين، اما الجزء الاخر كان على ارض الملعب
بنسب معينه على حسب نسب مشاركه اللاعبين في مباراه تونس. ان شاء الله بكره هيكون في تدريب اخير على الساعه 12 الظهر بتوقيت الدوحه، وبيسبقه المؤتمر الصحفي لمستر كروش مدرب المنتخب، ومعاه احمد حجازي ان شاء الله. هل في اي معلومات عن حاله الاصابات اللي في الملعب اللي في المنتخب، ولا مفيش يعني تصريحات في هذا الشأن؟ لا مفيش تصريحات بهذا الشأن، بس هي الاصابه اللي واضحه ومستمره لحد دلوقتي لينا كاعلاميين هي اصابه ايمن اشرف، طبعا اللي هو بيستمر فيها بعلاجه التاهيلي وعلاجه المستمر مع الفريق الطبي المنتخب. الجماهير اللاعبين شاركوا في التدريب. الجماهير المصريه كانت اشتكت في بيان رسمي ليها من سوء المعامله في سياسه توزيع التذاكر، وده كان قبل مباراه تونس. المشكله مستمره قبل مباراه قطر؟ اعتقد لا، بس اعتقد ما فيش يعني في اهتمام طبعا بمباراه قطر ومباراه مصر اللي بتقام ما بين الارض المستضيفه وما بين منتخب مصر، بس تحس ان الزخم لمنتخب مصر ممكن يكون في نوع من قل شويه من الجماهير وحماسها ليها، ان هو كان كلهم عايزين يوصلوا للمباراه النهائيه طبعا في احباط، ولكن برضو في بالظبط يا فندم، لكن في طلب على التذاكر بشكل او باخر، والجماهير برضو هتكون متواجده في استاد 974 اللي شاهد المباراه الاخيره لمنتخب مصر، ويشهد المباراه على المركز الثالث والرابع امام منتخب قطر باذن الله تعالى. قول لي بمناسبه 974، انا سالت احد الاصدقاء هنا في السفاره القطريه قال لي ده علشان او توثيق للمفتاح الدولي لقطر 974. هناك تفسيرات تانية انه ده كمان عدد الحاويات اللي استخدمت في انشاء الاستاد، دي ودي ولا ايه؟ بالظبط، يعني هو المتداول الرايين، الراي اللي تم انتشاره الاول بشكل سريع هي 974 عدد الحاويات اللي تم استخدامها في انشاء استاد راس ابو عبود، والراي الادق اللي هو كان رقم التحويل المفتاح الكود اللي هو 974 لدوله قطر، يكون مميز يعني على طول بشكل او باخر. برضه انتهت هذه الفرصه للشكر للجنه المنظمه لكاس العرب، واللجنه المنظمه لبطوله كاس السوبر، اللجنه المنظمه المحليه، ان في اجتماعات بشكل مكثف يومي وبشكل يومي لاستقبال الفريقين سواء النادي الاهلي او فريق الرجاء، وتسهيل كل العقبات ان لم تكن هناك عقبات اصلا كعاده الدوحه وعاده التنظيم القطري للمباريات. طب انا عارف ان انت قريب من اوساط البطوله، هل عندك تفسير لغياب الحكام العرب عن البطوله؟ بصراحه عشان انا لما فيش اي تفسير على الموضوع ده، انا طبعا كل الموضوع المطبخ او الحكام او كله متداول، بس ما حصلش النقاش بشكل او باخر عن هذه النقطه بشكل او باخر، عن انه طبعا من قبل البطوله ما تبدا تم الاعلان عن الحكام انهم كلهم حكام دوليين ما فيهمش حكم عربي واحد، وطبعا ده اللي حضراتكم ناقشتوه من فتره مع كابتن احمد الشناوي، وممكن ده يبقى طرح فيما بعد فيما هو قادم، ان ممكن يبقى السؤال اللي نساله كلنا جميعا هو غياب الحكام العرب عن بطوله العرب يكون بدايه لغيابهم مثلا عن مونديال قطر 2022؟ صحيح، يعني ده سؤال مهم، بس استفسارات كبيره يعني، ده سؤال مهم. اخيرا واحنا طولنا عليك يا بلال، ده شرف لينا يا كابتن. احنا كمصريين سعداء جدا بهذا المستوى التنظيمي وهذا الحدث العربي الرائع جدا، هل انفنتين ومسؤول الفيفا في هذه التجربه شايفينها ازاي قبل كاس العالم؟ والله هو انفنتينو في اي بطوله بتنظمها قطر او بتستضيفها سواء كاس العالم الانديه او بطوله كاس العرب الاخيره، هي البروفه الاخيره المجمعه بشكل كبير لنصف عدد المنتخبات اللي هتشارك في كاس العالم المقبل ان شاء الله، باشاده تامه ان انت لو شفت النواحي التنظيميه كملاعب كاهتمام بوسائل الاعلام توفير المواصلات كل شيء متواجد في الدوحه بيدل على نجاح مسبق ونجاح منقطع النظير للبطوله، هو دائم الاشاده بهذه ولا يوجد اي تعليقات سلبيه ابدا. ده شيء مشرف جدا، كما انك انت وكل الزملاء المصريين الصحفيين الزملاء مشرفين للإعلام الرياضي المصري دايما وأبدا في كل مكان. شكرا جزيلا للزميل المتميز بلال مصطفى، كان معنا عبر سكايب من الدوحة. أعتقد حط حضراتكم بصورة كاملة فيما يحدث بشأن كأس العرب بكل تفاصيلها، وأيضا في أجواء استقبال النادي الأهلي بكرة إن شاء الله يا باشمهندس. ربنا يعني يوفق طبعا المنتخب على الأقل يكسب مباراة قطر كنوع من يعني التعويض اللي يبقى اقل ما يقبل، وبالاضافه الى ان النادي الاهلي بقى هنروح للتحدي بقى الثاني بتاع النادي الاهلي في التحدي في السوبر زي ما انت قلت بيقربنا، بنضغط على ريال مدريد لو كسبناه ان شاء الله باذن الله، بالاضافه طبعا انه هيكون يعني مؤشر لقدرات النادي الاهلي في مونديال الأندية بإذن الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل المداخله الهاتفيه للزميل بلال مصطفى من الدوحه عن ما نشره موقع الوطن من تصريح ذكر انه منسوب الى مسؤول وزاره الشباب والرياضه. وعشان نرجع افكركم تاني، الوطن بتقول تحت عنوان الرياضه ترفض طلب الاهلي لن ندعمك لشراء لاعب ب 20 مليون جنيه. وبيقول خبر الوطن اعلن مسؤول وزاره الشباب والرياضه موقفه من طلب النادي الاهلي صرف مكافئات للنادي بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا 2020 و2021 والسوبر الافريقي وبرونزيه كاس العالم للانديه. وقال مصدر مسؤول داخل وزاره الشباب والرياضه. مصدر مسؤول داخل وزاره الشباب والرياضه. في تصريحات خاصه للوطن سبورت، لن نصرف مكافئات للنادي الاهلي لان اللوائح تنص على ان مكافئات البطولات تقديريه وليست اجباريه. واضاف المصدر خلال الفتره الماضيه دعمنا النادي الاهلي بخمسة ملايين جنيه، كما اننا سهلنا الاجراءات المطلوبه لانشاء شركه كره القدم الى جانب الموافقه على حصول القلعه الحمراء على قرض من احد البنوك. وتابع المصدر المسؤول بوزاره الشباب والرياضه، الأهلي مؤسسة اقتصادية كبرى لها مصادر دخل من شركات الرعاة والإعلانات وأمور أخرى كثيرة، وليس له مستحقات في وزارة الشباب والرياضة. ومن غير المنطقي دعم النادي الأهلي حتى يتمكن من شراء لاعب ب 20 مليون جنيه على سبيل المثال. ومن الأولى ندعم الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات مالية طاحنة وكذلك مراكز الشباب. كلام جميل. آه. بداية هل صرح مصدر مسؤول بهذا الكلام؟ اتنسب إلى موقع. إذا لم يصرح مصدر مسؤول بهذا الكلام كان ينبغي يقول ما صرحناش بحاجة. لكن طالما ما طلعش يعني إنكار لهذا التصريح يبقى صرح. فإحنا نتعامل مع الموقف أن صرح مصدر مسؤول. الحقيقة إحنا كان كل دهشتنا أستاذ إبراهيم أذكر المصدر المسؤول إن الأهلي بيبعت لك جوابات أنت ما بتردش عليه. وكنا بنقول أنت ما بتردش ليه؟ ده انا قلت قول له يا اخي مالكش حاجه عندي. فراح طالع قال له مالكش حاجه عندي ببيان ما بيردش على جواباتك. ولكن وهو يصرح او بيصدر بيان يقول مالكش حاجه عندي لان اللوائح بتقول ان ده مش اجباري، حلو قوي. وهو ده اللي كنا عايزين يعني ناكده. طالما ان الامور مش اجباريه يبقى انا ادي لغيرك بس ما اديكش انت. الا الاهلي أنا حر. هو حر؟ لا، هو أصل ده ملعب. الحرية ما هي مقيدة بأحكام ومنطق برضو. إلا إذا كنت واخد موقف من النادي الأهلي. فأنت عشان تقول مش واخد موقف من النادي الأهلي فأنت بتقول ده إحنا ساعدناك تاخد قرض، ده وافقنا على إنك تاخد قرض. المساعدة إنك وافقت للنادي الأهلي إن ياخد قرض، بس اللي بيدي القرض بيدي القرض قياسا الى الملاءه، ها، والضمانات التي يقدمها صاحب القرض. صحيح، في ضمانات، طالب القرض في ضمانات. فالاهلي انت بتدي له قرض او بتوافق انه ياخد القرض لان دي ناحيه اجرائيه، ما عندكش سبب انك تقول لا مش هديك. مش هوافق لك يعني، انت ما اديتنيش قرض، انت وافقت لي ان انا اطلب قرض. ايوه. النقطه الثانيه، أنا اديت الأهلي 5 مليون جنيه في وقت سابق. وقت ال 5 مليون جنيه دول في نفس اللحظة أنت اديت الأهلي 5 مليون، الاتحاد السكندري الإسماعيلي 3 مليون أظن، والاتحاد السكندري على ما أعتقد صححني 2 مليون تقريبا، أدي 10 مليون. اديت المنافس كام؟ الزمالك. ما هوش مركز شباب بقى. انت بتقول ان مش حد النادي الاهلي 20 مليون يجيب لاعب مراكز شباب اول. اديت الزمالك 40 مليون. ولما طلعت عشان تطمن الجماهير احنا ما تخافوش على الزمالك، احنا واقفين في ظهره وهذا حقه وحق الاسماعيلي وحق الاهلي. طبعا. لا، طالما ان المبدا انت قلت انا اساند الانديه
طيب انا ما طلبتش منك تسدد غرامات او احكام تهدد موقفي نتيجه سوء ادارتي بصرف النظر بقى مش عايزين، لان الزمالك ملناش دعوه. يعني انت قدرت ان انا حدي الزمالك 100 مليون، حدي الزمالك مسانده ان انا هجيب له من الرعاه 100 مليون وهنا بنتوقف، واحنا قلنا لك كده يا اخي ساعدنا زي ما ساعدت الزمالك انه ياخد 100 مليون مقدم من مستحقاته، احنا لينا 2 مليون تمام وشويه عند الرعاه، ساعدنا اتوسط لنا برضو، ما احنا تبعك ما تدينيش من عندك وخد منها عشان نسدد. ولما قلنا لك ادعم المنشآت ما قلنا لكش ادينا فلوس نشتري لعيبة، ده احنا بنقول لك ادعم او نطلب منك ادعمنا في منشأة في ب10% من الانفاق اللي انفقناه او 8% حتى مش 10% من الانفاق اللي انفقناه على المنشآت وانشاء فروع وانشاء ملاعب وانشاء صالات وانشاء 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 للشركه اللي هي شركه وطنيه ليها مستحقات عندنا، لا عارفين ناخد من الرعاه فلوسنا، لانك انت قلت الاهلي عنده مصادره، طب ساعدني ان اخد من مصادري، ابدا مالكش حاجه عندي. لانك ايه ليه ماليش حاجه عندك ليه؟ هو احنا لما نقول لك رد علينا او رد على الاهلي مش علينا، وبعدين هو انت واقف واخد موقف من اعلام الاهلي؟ ده الاهلي بعت لك جواب الحاقا 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 بيقول لك رد، ده كانت دهشتنا. ده انا حتى قلت رد قول له مالكش حاجه عندي، فقلت مالكش حاجه عندي يعني حاجه، لما رديت قلت مالكش حاجه عندي لان دي اختياري مش اجباري. طب وهي ليه ما تكونش من اختياراتك دعم نادي زي النادي الاهلي في منشاته؟ ليه ما يكونش من اختيارك مساعدته في الحصول على امواله؟ ليه ما يكونش من ضمن اختياراتك انك تساعده انه يسدد لجهه وطنيه مستحقاتها عشان نقدر نفتتح فرع التجمع اللي هو فرع تنموي في المجتمعات الجديده؟ ده هينمي المنطقه، وفي ناس مستنيه النادي ده يتفتح عشان شباب يخش واسر تخش تمارس حياه رياضيه صحيه، وعشان في ناس هيتاح لها فرص عمل. وشرحنا من خلال الدكتور سعد الشلبي عدد فرص العمل التي تتيحها المنشآت الرياضيه في النادي الاهلي، وقلنا بتتجاوز بتجي حوالي 1000 فرصه عمل مباشره وزيهم غير مباشر. ادي اللي احنا بنطلبه، لا قلنا لك عايزين نشتري لعيب ومزنوقين، ولا بنقول لك سدد ديوننا، ولا بنقول لك ساعدنا ناخد رخصه احسن احنا ما عندناش الملاءه او السلامه الماليه اللي تخلينا ناخد رخصه عشان نشارك في الانشطه الاقليميه، ابدا خالص ولا مطلوب منك هذا الامر. وفي الاخر لو انت عايز تقول النادي الاهلي ده ملناش دعوه بيه، انت حر اطلع البيان الجاي قول النادي الاهلي ده ملناش دعوه بيه، ده حاجه تخصك، وانت مش هتحاسب النادي الاهلي على تساؤلات. احنا بننقل تساؤلات الشارع على فكره، يعني انت يعني احنا لا قصدنا نصطدم مع الوزاره اطلاقا، ولا قصدنا نقلل في وزير هو حضر بنفسه افتتاحات الحاجات دي واشاد بيها. احنا بنقول له ساعدنا سقف في النادي الاهلي علشان يقدر يكمل هذا المشوار في دعم البنية الرياضية، في انشاء فروع جديدة، في خلق فرص عمل، في تقديم ابطال للمنتخب. اذا كان هذه الاغراض مشروعة عند المصدر المسؤول، اذا كان صرح هذا المصدر بهذا الكلام، فاحنا بنقول له هذا هو الهدف، ليس الهدف الصدام ولا اي حاجه تانية. لكن كان الكلام هو انتوا ما بتردوش ليه؟ فساعه ما ترد ترد بالطريقه دي الحقيقه انا مندهش. ده كلام يعني كافي جدا وشافي، لكن هناك ملاحظتان. الملاحظه الاولى، وزاره الشباب والرياضه وزاره هي راس الحركه الرياضيه، حتى وان كان في اللجنه الاولمبيه، لكن على المستوى الرسمي هي راس الهرم الرياضي. لم نعتد على الاطلاق انه يبقى في تصريحات مجهله
تطلع من الوزارة التي تمتلك جهازا إعلاميا كافيا ومسؤولا إعلاميا ومتحدثا رسميا باسم الوزارة بيتحدث في كل شيء. إذا كان هذا الكلام وأنا عارف أنه كلام حقيقي وأملي على الزملاء ده كلام صحيح وطلب عدم ذكر اسم المصدر وده تصرف جديد في العلاقة، لأنه أنا أفهم أنه ده ممكن يكون من اجتهادات صحفية حتى ما تحددش اسم الهيئة أو اسم الوزارة، لكن أما وأنه يتحدد صرح مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة فهذا الكلام يتجه مباشرة إلى المصدر المسؤول معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. ده قولا واحدا. أنا ما بحبش أروح للأمور بشكل ملتون، خلينا بشكل صريح، ده جزء من الخطابات الستة اللي الأهلي بعتها في 5 شهور اللي أشار إليها المهندس عدلي للتذكير، فبالتالي خلينا نروح للأمور بشكل مباشر. هذا الأمر ذكر أنه متحدث رسمي بوزارة الشباب والرياضة، إذن هو سيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأنه إن لم يكن هو كان المفروض المتحدث الإعلامي الرسمي. الوزارة وزارة رسمية بهيئة حكومية معتبرة ومحترمة لها كادر إعلامي وليها كيان إعلامي بيتحدث باسمها، لكن لما يتقال الكلام على سبيل التحريض العام، ما هو الأهلي أنا مش هديله فلوس عشان يروح يجيب لعيب ب 20 مليون جنيه. أنا هديها لمراكز الشباب. هنا أنا بخلط الأمور. بس أنت ما تدفعش مراكز الشباب. أنا هنا بخلط الأمور، لأن الأهلي ما قالكش اديني إعانة لكرة القدم. الأهلي بيقول لك أنا أحدثت أو أنشأت هذه المنشآت تقريباً بشكل وصل إلى 800 مليون جنيه، والأهلي طلب 10% إعانة إنشائية كما يفعل مع الآخرين. إعانة إنشائية وما مش عايزها. أنا الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كجهة رسمية محترمة ووطنية هي اللي قامت بإنجاز هذه المشروعات. اتفضل يا معالي الوزير ابعت لهم المستحق من الدعم المخصص لنا أو اللي يجب أن يكون مخصصا لنا إذا كان هناك تقدير لهذا الدور الوطني الكبير اللي الأهلي بيقوم فيه برعاية النشء والشباب وخدمة المنتخبات الوطنية في كل الألعاب. 3 صالات في مجمع كبير، بالمناسبة لم يحضر الافتتاح الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وحضر مدير الشباب والرياضة في القاهرة ومدير الشباب والرياضة في الجيزة قبل 2 يوم بالضبط. لكن إن أنا أقول وانا عايز ادي الاهلي فلوس عشان يجيب لعيب ب 20 مليون جنيه هذا لم يحدث، ودخلت للامور او محاوله لتحريض ما ان الاهلي هيهدر الفلوس في الكوره، وهذا لا يحدث على الاطلاق. ده الافتتاح الاخير اللي حضره ممثلا لوزاره الشباب والرياضه وكيل الوزاره في القاهره والجيزه، والجيزه لانه كمان الاهلي في الشيخ زايد جغرافيا يتبع مديريه الشباب والرياضه في الجيزه. مشكورين الاثنين اللي حضر اليوم كل التقدير والاحترام. إبراهيم لما يقول ان اللوائح دي اختيارية مش لا تجبرني على صرف مكافآت نتيجه الانجازات الرياضيه اللي بتحققها، هي لا تجبرك، لكن لما تصرف لغيري ها المنافس لما خد الكونفدراليه صرفت له ولا ما صرفش؟ مش فاكر؟ لا عايزين نتاكد. لما صرفش لحد يبقى عداه العيب. لا هي بس في حته الحافز الرياضي، لانه المهندس حسن صقر وهو واحد من قيادات نادي الزمالك الكبار ايضا لما كان على راس الهرم الرياضي كرئيس المجلس القومي للرياضه هو من استحدث هذا المبدا، انه تشجيعا للنادي اللي بيفوز ببطوله افريقيا بيدعم او بيكافئ لاعبوه، كما ان الوزاره بتتحمل تذاكر السفر ابتداء من دور الثمانية. على فكرة دي مبالغ رمزية يعني. ده كلام قليل، ده كلام صغير، بس خليني أشعر بما يشعر به الأشقاء في المغرب اللي لسه زميلنا من المغرب بيقول لك. والأشقاء في مصر؟ معمول لهم معسكر على حساب الاتحاد عشان يشاركوا في مباراة السوبر، الأهلي لم يطلب هذا، لكن أنا فعلاً الدفع بفكرة أنا هديهم 20 مليون أديهم فلوس عشان يشتروا لاعب ب 20 مليون جنيه هذا تحريض ما. لكن حقيقة الأمر أنه ما يصح أبدا أن يصدر عن وزارة الشباب والرياضة رأس الحركة الرياضية تصريحات منسوبة بالتعمية لمصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، كان على الجهاز الإعلامي في الوزارة إما أن يصرح باسم المتحدث الرسمي وساعتها هيبقى كلام محترم وكلام معتبر وكلام يمكن النقاش حوله،
سلبا او ايجابا، قبولا او رفضا، لكن بهذا الشكل الا اذا كان في موقف متخذ من نادي الاهلي، جديده في طريقه الاداء وشكل العلاقه، ان انا اجيب الناس واقول لهم قولوا بس ما تقولوش اسم فلان الفلاني، فيطلع الكلام بهذا الشكل اللي فيه تقليل من دور النادي الاهلي، وفي كمان تحريض على الدور اللي بيلعبه النادي الاهلي، ثم تفسير اخر يذهب باتجاه دي مكافاه اجباريه او اختياريه مش اجباريه. ده كلام اعتقد ما كانش ابدا مسؤول عن مصدر مسؤول. يعني ما نحبش العلاقه كده، خاصه ان كان تجمعنا بالوزير علاقات احترام دائمه متبادله، لكن الموقف اللي متاخد ده والتفسير ان انا مالكش حاجه عندي عشان انا مش هديك تصرف على الكوره، ما طلبتش هذا الكلام، والنادي ما طلبش هذا الكلام، وكان يأمل من خلال الخطابات ان يشعر بالدفء والمسانده من الوزاره المسؤوله كنوع من تقدير الدور اللي بيعمله النادي الاهلي والمسانده، لان لا احنا عارفين ناخد من القطاع الخاص ولا عارفين ناخد من الجهه المسؤوله عننا، ولينا حاجات يقال ان احنا مش مجبرين، خلاص مش مجبر، لكن في وزراء تانيين ادونا. طب ادونا ليه؟ تقديرا هو الوزير خالد عبد العزيز لما صرف للنادي الاهلي في المنشاه بتاعه، صرف ليه؟ السكواش، ولما صرف له المكافئات بتاعه البطوله تقديرا، لكن لما الكابتن طاهر ابو زيد صاحب اول موقف قال لك انا مش مضطر، ده كان موقف مناهض لخصومات شخصيه بينه وبين المجلس كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب، فخد موقف شخصي انتهى بانه حتى حل المجلس بدون ابداء الاسباب، عشان كده تراجع، مش تراجع لقوه الاهلي، تراجع لانه لم يكن مستندا الى اسباب حقيقيه في حل المجلس. فلما انت عايز تقول ان انا مش مجبر، هل انت واخد نفس الموقف بشكل شخصي زي الوزير الاسبق طاهر ابو زيد؟ خلاص ماشي تتفهم، لكن ما اظنش، لان ما فيش سبب لهذا الموقف تقول انا مش مجبر ان انا اساعدك بشكل رمزي يوضح ان انا ممتن او مقدر المجهود الذي تبذله. احنا هو ده اللي كنا نأمله، وما كناش نتمنى نسمع المجاهرة بما كنا نخشاه. ده كان كلام مهم جدا، هنطلع لفاصل وبعده نتواصل. طيب رجعنا لكم، ونرجع للمنتخب بقى ويوسف شاهين. ايوه يوسف شاهين اللي انت عينته مدير فني للمنتخب مكان كروش. ما هو اصل بص يا استاذ ابراهيم بس اختيار حلو قوي على فكره. ما هو انت بتعمل ايه؟ كرة مهرجانات غامضة، الناس كلها شايفة حاجة، لكن انت عشان بتفهم واحنا ما بنفهمش، وانك عبقري واحنا سطحيين، يبقى اللي انت شايفه حاجة غيرنا كلنا. تصل الامور بيك انك راكن لعيب جنبك من اول البطولة تقريبا، كل اللي اشترك فيه 24 دقيقة في اخر مباراة اسامة فيصل، مش هقول لك لحسين فيصل ولا شارع فيصل، انت هو انت اختياراتك دي جبتها ازاي؟ ما هو الالهام؟ ما هو المعيار الذي خلاك تشاور؟ على فكره انت مثلا لو كنت جبت لعيب زي هلال، محمد هلال الفيرود ده، ما هو هداف الدوري، واخد بالك؟ عنده اماره. لو جبت شادي السنه اللي فاتت اللي كان واحد من الفراوده، عنده اماره. لكن انت جبت ناس انت بتجرب فيه. لقد اهدرت يا يوسف كروش فرصه ذهبيه انك تستقر على المنتخب بتاعك. انت هتبتدي من اول السطر، لانك ما تفهمنيش ان ده المنتخب اللي هتلعب بيه البطوله الافريقيه ولا نفضها سيره. انت عندك خط هجوم ما انصفكش، وحتى اللعيبه بتاعه الخطوط الاخرى ما فيش لعيب في مكانه. ايمن اشرف ما لعبش في مكانه،
حتى محمد شريف حتى مروان اللي انت جبته هو بيلعب باك ليفت، لعبته وينج رايت. هتقول لي جاب جون، الظرف بتاع المباراه كده وجون من على خط الجون لعب، بس على الاقل جابها، لان مروان اقدر اسهل منها. مروان حمدي اسهل، ده ماله. يعني انت متخيل مثلا الموقف ده لما موجود فيه واحد زي حسين الشحات كان هيعمل ايه في الجون؟ تيك جون، بلاش حسين، ناس كتير كانت هتتصرف ازاي. هذا ليس تقليلا من مروان، ولكن انت حطيت الراجل ده تحت ضغط وفي مسؤوليه، حرام، اتظلم وظلمنا. لما يجي يتقال لك طارق حامد غاب لانه اتقمص، هي الدنيا بتمشي كده؟ طب ما نشوف نجيب الناس دي ونقول لها. كان لعيب مطلوب في بطوله، نحذره، كان لعيب مطلوب زي كده بخبراته. هو طارق حامد مش ببساطه كده يطلع، زي مش ببساطه قبليه لا قفشه ولا شريف يطلع كده. وبعدين لما تجيب لعيب كل ما تنزله ينصفك زي احمد رفعت، يتقال لك لانه بوز. يا عم قول لهم اللي هيبوز مش هيبقى معايا. لكن انت ما تجيش في ماتش تونس قول ما فيهاش تبويز. يا عم ماتش تونس ده هيوصلك النهائي. طب خدها يا اخي من الناحيه الماديه، ده جايزه ب 5 مليون دولار يا مستر كروش، يعني تبقى جبت مرتبك انت والناس اللي معاك دي لمده سنتين، يعني 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 حتى من باب انك انت تضمن فلوسك يعني. طيب خسرنا ليه من تونس؟ نشوف بقى راي بعض النجوم الكره والمحللين. الكابتن احمد حسام ميدو شايف اللي حصل ده سببه ايه؟ الكلام اللي بيقوله كارلوس كيروش ده كلام هو درسه، كلام هو درسه. المدربين دول يا جماعه بيبقوا دارسين ان ده علم الدستراكشن، يعني ايه علم التمويه، علم ان انا ايه بص العصفوره، عارفين زمان كان يقول لك بص العصفوره، هو ايه بيبعد ديستراكشن، يعني ايه يعني ديستراكشن بالعربي، يعني اللي هو التضليل، بيوديك في حته ثانيه. كل الكلام اللي بيقوله كيروش ده هو مش عايز يخلي الناس ان هي تفكر ان منتخبنا النهارده كان سيء جدا، وان هو عنده اخطاء كارثيه في التشكيل واسلوب اللعب وطريقه اللعب وحاجات كتيره جدا. يعني هو طبعا بص العصفوره، ايه بص العصفوره. بدي بقول لك ده بيعمل بص العصفوره. ايوه ما هو والله بيلعبنا، يعني 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 هو كيروش، هو صلح لي النطق ظهر اسمه كيروش بقى. ناخد من العلامه حاجه نتعلمها. ف كيروش شاهين او يوسف كيروش يعني اراد ان يمعن في الغرابه والغموض عشان يضفي، بقول لك هذا عدم احترام لينا، لانك انت لما تيجي عمال من ساعه ما جيت ما لعبتش ماتشين اتنين بنفس التشكيل من ساعه ما جيت. الماتش الوحيد اللي يعني كان هه الدنيا موزونه فيه اللي كان بالتشكيل شبه طبيعي بتاع ليبيا، وماتش الاردن في الشوط الثاني في اخر الماتش لما كان بتشكيل شبه طبيعي، الناس كانت تقريبا في مراكزها. احمد رفعت الراجل جايب لك جون ينافس على اجمل جون في الدوره، نزل عمل جون وجاب جون بديع جدا نتيجه تحرك رائع وجماعي، يعني الراجل ادى اماره فنيه. انت شفطته ورحت جايب لنا واحد من المجهول تجربه في ماتش بهذه الخطوره وفي لحظه بهذه الخطوره، فتكون النتيجه الناس مش عارفه هي مطلوب منها ايه في الملعب. يا استاذ ابراهيم هو التكدس اللي حصل ده في الفاول، يعني انت لما طلع مين اللي كان قدام السليه؟ هو يا الراجل فيصل عايز يعمل حاجه، الراجل عايز يغتنم الفرصه، فعايز يقول على الاقل اديني رجعت ودافعت. لكن هو دي كلها قرارات عشوائيه. صحيح. ومواقف عشوائيه مش مواقف راجل يعني محضر حاجه. هو انت عايز تدهشنا بس انك انت شفت اللي ما شفناهوش في اللعيبه كويس، بس في ماتشات يعني اولا هي قيمه البطوله العربيه دي ايه؟ انك خلاص انت داخل على البطوله الافريقيه، بطوله كاس الامم. يعني انت لازم تخرج منها وانت عندك
تصور انت ما لعبتش بالتشكيل الا اذا كان ده تشكيلك اللي هتلعب بيه، يبقى ده انت حر بقى في انتظار المحترفين. من حيث المبدا المدير الفني من حقه يختار اللي هو عايزه، حتى ان احنا كلنا شايفين ان طارق حامد ده بخبراته كان يستحق انه يكون موجود، وهناك بعض اللاعبين اللي كانوا المفروض يكونوا موجودين، لكن فكره انه عنده حق الاختيار، هو عنده حق الاختيار لا يجادل فيه. ولكن مستر كارلوس كيروش او مستر يوسف شاهين وهو بيتكلم امبارح على ان الوقت ضيق، انا ما لعبتش الا تمرينه واحده او تمرينتين في قطر قبل البطوله، اذا انت بتعترف انه الوقت ضيق. طيب ما الوقت ضيق ده يخليك مفيش وقت كافي لاجراء تغيير في الافكار، تغيير في مراكز اللعيبه، تغيير في المهام بتاعتهم، ما تحط كل لاعب في مكانه، لانه مين قال انه محمد مجدي قفشه ينفع يلعب جناح؟ وانت كل ما بيلعب قفشه يرجع لمركز 10 كصانع لعب فعلا الفريق بيتزن، الخطوره بتزيد، بيبدا يسيطر على نص الملعب، بتبدا تمريراته بيبقى لك شكل ويحدث نوع من التجانس شويه في مراكز اللعيبه. اذا ده لاعب ده مركزه، انت ما عندكش وقت كافي تجربه كجناح. شريف راس حربه، هداف الدوري كراس حربه، ما حدش قال ان انت تحرك شريف للجناح. اه ممكن احركه للجناح لما يبقى معايا راس حربه ما ينفعش يقعد، يعني عايز يلعب مصطفى محمد راس حربه وتلعب شريف. اه ماشي مثلا عندك، لكن انت مروان حمدي ظلمته لانه ما ينفعش يلعب راس حربه وشريف هو اللي يتحرك على الجناح، لان انت مبدئيا وانت بتشتكي رقم واحد ان اللعيبه دي لعيبه جديده خبراتها الدوليه قليله، فكان لازما ما تضحيش بيهم قدام جماهير هم ما تعودوش يلعبوا قدام المشهد ده كله. وقتك ضيق ومع ذلك بتغير في الافراد والافكار، وقتك ضيق ومع هذا بتحدث او بتدفع بعناصر جديده ما عندهاش الخبره اللي تسمح لها بالمرونه التكتيكيه اللي انت بتعملها، ان انا اغير المهام واغير المراكز من مباراه لمباراه او من شوط لشوط، وانت اللي بتشتكي من ضيق الوقت خواجه. فدي مسائل كانت محتاجه مناقشه. اتمنى بعد البطوله اولا لازم يتعرف العلاقه مع الجهاز المساعد، لانه اذا كان الكابتن ضيا شايف اللي بيحصل ده من لخبطه، او كابتن محمد شاوي او كابتن وائل جمعه، لا يبقى ده كلام الناس عارفه المفروض قدرات اللعيبه كويس وعارفه مراكزها كويس وعارف مين الانسب ومين الافضل. لازم هو اسمه جهاز مساعد بيساعده بالراي الاستشاري والراي الاخير له هو، لكن تغييب الجهاز المساعد بالكامل وعدم الاستماع لوجهات نظرهم او لاي راي ليهم حتى في ما كان طبيعي للاعب، دي مساله ما بتحققش النجاح. انت عارف يا استاذ ابراهيم، دليلي ان الراجل ده لم يحترمنا كرويا بشكل كافي ايه؟ او ليها سبب. انا عمال افكر هو الراجل ده جاي من ساعه ما جه بيحاول يفهمنا ان انتوا كل اللي كنتوا بتعملوه ده، لا سيبوني انا بقى فنط الكوتشينه وزعها بطريقتي. يعني هو ناقص بعد شويه يقول لنا فين العروسه؟ هو جه اتعامل، هو عدم دليلي على عدم احترامه كرويا لينا ايه؟ هو جيت عامل ازاي؟ هو ايه الاتحاد؟ هو مرن كذا مره، اتعامل مع كيانات كرويه واتحادات سليمه منتخبه بكامل هيئتها. لما جه مع مصر اتعامل مع الاستاذ احمد مجاهد في لجنه ثنائيه، ابتدت خماسيه ثم ثلاثيه وهي ثنائيه احاديه. فهو الراجل شاف ان اذا كان الاتحاد الدولي بيتعامل معاهم ان الناس دي مش مؤهله تدير شؤون الكوره، لا ده انا بقى يعني هم جايبيني من اول وجديد، انشئ عندهم لعبه اسمها كره القدم، فانا هشوف بقى وربنا يقدرني. وهم قالوا لي يعني هنحاسبك على تصفيات كاس العالم اللي هي في مارس. طب ما هو مارس ده انت هتطلع من البطوله الافريقيه تدخل على الماتش الفاصل، يعني انت طب لا قدر الله لو خرجنا بدري بقى من البطوله الافريقيه دي وما عملناش حاجه، انت كده حطمت معنوياتك ومعنويات فرقتك، انت ما استفدتش. هو ربنا رزقك، يعني انت بتقول انا ما اتمرنتش كفايه، طب خد البطوله العربيه ها كنوع من الاعداد للبطوله الافريقيه، انت ما خدتهاش كده حتى. انت ايه
ايه اللي انت الدروس او ايه الحاجات اللي استفدتها من هذه البطوله؟ اطلعوا لنا. انا هتقول لي بقى ان انا اكتشفت وجوه جديده وعملت وجوه جديده، ده لعبه المدربين اللي عايزين ايه يقضوها من غير حساب. على ما يطلع يقول لنا نشوف متعب يقول له ايه. انا بالنسبه لي التغييرات كلها اتعملت غلط. مصطفى فتحي مكان حسين فيصل، وبعد كده راح واحد مودي محمد شريف ناحيه اليمين، هو عمال يغير في اللعيبه داخل الملعب. ده بالنسبه لي كان غلط، انا مش قادر افهمه. في وقت ممكن اجرب، وفي وقت ممكن ابقى محير الناس اللي حواليا مين هيلعب ومين مش هيلعب، لكن في نفس الوقت في وقت في ثوابت في التغييرات، في اساسيات. انا بغير لعيب زي محمد شريف بنزله، ما بلعبوش ولا فيرود ولا انجلف، بلعبه ناحيه اليمين، بخلص على خطورته بالكامل، ما بستفادش منه، ما باخدش منه 100%، انا باخد منه 50%. ماذا بعد؟ ما هي الفتره اللي جايه بقى، هي المرحله الجايه. انت جربت قفشه دلوقتي ما لعبتوش في مركزه ولا مباراه وبتخرج. أيوة. جربت محمد شريف ما لعبتوش ولا مباراه في مركزه غير اوقات قليله لعب كمهاجم. انت في اختياراتك للمعسكر بتاع كاس الامم هتقيم اللعيبه دي ازاي؟ هتقيم اللعيبه دي ان هي لعيبه أقوية ولازم تبقى موجودة، ولا أنا حطيتهم في الأماكن دي وما أدوش بأحسن حاجة عندهم؟ يعني الكابتن عماد لمس نقطة، قال لك ده واعز محمد شريف ولا ماتش لعب في مكانه. والله ربنا يقدر موسوماني نراجع اللعيبة دي رجع لها دماغها، لا لحالتها وللشغف وللثقة والحفظ المراكز اللي هم زمانهم نسيوا المراكز اللي كانوا بيلعبوا فيها. يعني ده مشكله ثانيه اكتر من الاصابات يا طبعا. انت بتضحك والله دي مشكله حقيقيه. انت قفشه دلوقتي ما بقاش عارف هو كويس ولا وحش. اللعيب الوحيد كمان القدر ما كانش رحيم. على فكره ما حدث في تونس هي مساله ان ربنا سترها ومغطي العيوب بتوفيقات. كل ماتش تتلط جون غريب كده وبعدين ربنا بيعدها لك على خير، يعني تخرج بالمنظر ده على يد افضل لاعب عندك في البطوله، مرشح لافضل لاعب في البطوله مرتين، ياخد رجل المباراه، يعني منتهى القسوه. عمرو السوليه واحد من نجوم البطوله كلها، مش أيوة. مش منتخب مصر أيوة. فقط، من احسن اللاعبين في طبعا البطولة. وهو لولا الجون اللي احرزه في نفسه ده لو كنا كملنا كان هياخد رجل المباراه في البطوله دي برضه. طيب نشوف بقى كابتن احمد شوبير رايه ايه في اللي حصل في المنتخب. انا في حاجات مستغربها، يعني قفشه كان بيعرف يمسك كوره، بيعرف يباصي، بيعرف ينقل، بيعرف يكمل، بيعرف يساعد، بيعرف يعمل هجمه. فبالتغيير كل الناس توقعت انه مروان هيطلع وهينزل شريف، هيبقى راس حربه والفرقه زي ما هي تبقى ظبطت الميزان يعني. وفي ناس قالت كمان ان حسين فيصل هيطلع ينزل شريف مع في الشمال احمد رفعت، يبقى اتظبطت قوي قوي قوي. ففوجئنا انه اللي طلع قفشه، وان اللي نزل شريف، وان شريف لعب على الجنب، وان زيزو دخل مكان قفشه. فزيزو بقت هويته مش موجوده. محمد شريف يا عيني حطه في اليمين، وبعدين لما نزل مصطفى فتحي راح حطه في الشمال، فشريف بقى يجري يدافع وكل شويه يبص له يعني مبسوط مني كده. ده مش دور شريف خالص. شريف دوره انه بيحوم حول منطقه الجزاء، لانه ده هداف المنتخب وهداف الاهلي في البطوله الافريقيه وهداف المنتخب مع كيروش وهداف المنتخب قبل ما يجي كيروش وحاجات كتيره جدا. فالنهارده الحقيقه كل الاخطاء اتعملت داخل الملعب. يا عم مش عرفك كده، ده انا كيروش، يوسف كيروش، انا عندي افكار مش هتوصل لكم كلكم يعني. بس بقول لك ايه، احمد شوبير بيدافع عن قفشه لانه اهلاوي. طب كريم حسن شحات رايه ايه؟ يعني قفشه هو اللعيب اللي انت لما منتخب مصر بيمسك كوره او قفشه الكوره بتجيله، هو اللعيب الوحيد اللي بيعمل خطوره، اللي بيطلع الكوره، اللي بيظبط رتم المنتخب. فكان بالنسبه لي خروج قفشه انا قلت متعور، يعني قفشه مثلا ما يخرجش، هو ده البلاي ميكر بتاع المنتخب، هو ده اللي بينظم اللعب في نص الملعب وبيبدا يشتغل ويستلم تحت ضغط ويستلم في مساحات ويلعب على الاطراف ويشغل المهاجمين ويستلم ويلعب قفشه لعيب مهم جدا جدا لاي فريق. وفي مصر او في منتخب مصر في الفتره الحاليه ما عندناش حد زي قفشه، فلازم قفشه يكون هو اللي موجود
في الملعب. لما خرج انا استغربت جدا، قلت تغييره غريبه جدا انه يخرج قفشه. ده الخطا الثاني لكيروش. على فكره كيروش عنده مشكله في اداره الماتشات في الكاتشنه. ما هو طبعا تستغرب لانك انت مش واصل للفكر العبقري يا راجل. ده الراجل بتاع المغرب، مدرب المغرب قال ارتاحنا لما خرج قفشه. هو انت بس لا، هو عنده حاجة طبعا مش هيقول لنا عليها دلوقتي، لكن هو عامل مسابقة اللي هيعرف أنا بعمل كده ليه. ها أنا استوقفني يكسب عجلة وليد صلاح، كابتن وليد والكابتن حازم إمام والكابتن عماد متعب أكتر من مرة، والكابتن محمد زيدان أكتر من مرة يقول لك والله نفسنا ندخل في دماغ الراجل ده عشان نشوف هو عايز إيه. لا ما هو انت يعني انت بتفكر ازاي؟ يا لأنه استاذ ابراهيم حتى كريم اهو بيكرر اللي احنا عمالين نقوله، قفشة واحد صانع لعب، ده ناقل الحركه، ده موزع الكوره، ده منسق الاداء. ايه الفرق بين العبقري والانسان العادي اللي زينا؟ ان العبقري لازم يكون عنده لسعه كده ما حدش شاهنيه بس انت جبته صح. هو نفس افلام مهرجانات مش هيفهمها غير الخاصه. أيوة. والعباقره. عارف افلام اما يعمل يوسف شاهين فيلم عشان يتفرج عليه النقاد بس. ملوش دعوه بالشباك ومالكوش دعوه انتوا. وبعدين ده في رساله، اما طبعا تفهموها ازاي انتوا سطحيين. فالماتشات دلوقتي بتاعتنا مباريات مهرجانات على هذا المنوال. طيب نشوف كمان راي الكابتن سمير كمونه. احنا عندنا منتخب قوي بس مش عارفين ننزل التشكيل، بننهي المباراه احسن ما بنبداها بالتشكيل بتاعنا. يعني النهارده في التشكيل اللي احنا شفناه كلنا، حسين فيصل المفروض ما كانش بدا، زي مروان حمدي ما كانش بدا، محمد شريف كان دخل، فيرويد، رفعت كان دخل مكان فيصل، كان الكفه اتوزنت وكان هيبقى عندك منتخب قوي جدا. انما اتعمل العكس وبتلعب منتخب قوي زي منتخب تونس، لكن سيناريوهات المباراه هو ما عملهاش، عمل سيناريو واحد بس ان هو يبدا المباراه ويغير التغييرات المعتاده اللي انا بسميها العقيمه اللي هي ما بتفتش منتخب مصر غير في اخر 10 دقائق. هو في ايه يا كابتن سمير؟ كابتن سمير هو مش هيقول لك، هو مش هيقول لك، لانك لو كلمنا باللي في دماغه مش هنفهمه. هو كده انا هعمل كده يا عم، ده عندنا بطوله كاس الامم الافريقيه، احنا مش واخدين وقتنا زي ما انت فاهم، عندنا مهرجان القاهره السينمائي هنعمل ايه؟ احنا عندنا يعني العيد داخل والسينما عايزه افلام. عندنا مهرجان كان، وبعدين يعني كان اللي هي كاس الامم الافريقيه برضه. عموما اقول لكم على حاجه، ابرز واجمل لقطه كانت في الدوحه التدفق الرائع جدا من الجماهير المصريه، اهلاوي وزملكاوي وكل الانديه، اعلامها موجوده والتيشيرت بتاعها موجود والوانها موجود، كانت لحمه مصريه رائعه جدا ليس اقل منها ما شعر به الكابتن احمد حسام ميدو وهو يوجه الشكر للنادي الاهلي. نشوفه. هنا ماني بس في بطوله 2003 بيراميدز والاهلي 1-1، عايز اشكر مسؤولي النادي الاهلي واشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي للنادي الاهلي لانهم انقذوا ابني في المباراه. بلع، كان بلع لسانه وكان هيموت. والله وبقول كده بشكر الجهاز الطبي، ان هم الجهاز الطبي للنادي الاهلي بشكركم يعني شكر كبير جدا على وطبعا ده طبعا انا متاكد ان دوركم يعني، لكن بشكركم شكر كبير جدا انه فعلا كان ابني هيموت يعني وقع وبلع يعني ما بلعش لسانه كان يعني، بس دي حاجه طبيعيه يا ميدو، يعني الناس النادي الاهلي نادي كبير طبعا وحاجه تحتسب له، يعني مفيش اي حد يشوف لعيب بيحصل له حاجه زي كده مش هيسيبوه يعني. لا طبعا، لكن بشكرهم طبعًا. بشكر الجهاز الطبي من للنادي الاهلي الفريق 2003 وبشكر الكابتن خالد بيبو وكل مسؤولي الاهلي لان فعلا هم انقذوا ابني يعني في الوقت الحمد لله هو كويس دلوقتي. الحمد لله كويس، الحمد لله كويس. يعني ربنا يسلم لك ابنك ويمتعه بالصحة، ما فعله الجهاز الطبي هو أمر منطقي جدا ويتسق مع المسؤولية الحقيقية لأي جهاز طبي ولأي ناس بتفهم، ما لهاش علاقة، دي ناحية إنسانية بحتة. ولكن عايز بس أقول ثلاث ملاحظات قبل ما نختم. الذين تألقوا في هذه الدورة من المنتخب المصري كابتن الشناوي، فتوح، الونش،
السلية حجازي لما لعب، أكرم لما لعب، السلية، حمدي فتحي. ليه؟ الباقي ما لعبوش في مراكزهم. دول اللي لعبوا في مراكزهم بالظبط. عشان بس ما نقول لك حاجة يا مستر كيروش، دول اللي لعبوا في مراكزهم عشان كده أدوا ما عليهم، الباقي في تقديري مظلومين. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى. بطلا شامخا وعلى خير، نلتقي دوما إن شاء الله. تصبحوا على خير.